بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ من البداية خالص، يعني النهاردة كده أغلب اليوم قاعدين كده ندردش مع بعض. يعني إيه كلمة نتورك؟ يا راجل مش الترجمة ليه؟ أوصلهم ليه؟ عشان أتبادل بينهم الداتا أو تمام، عشان أتبادل داتا. حد عنده رأي تاني؟ تمام، تعالوا أنا اللي دردش بقى. تمام، نتورك يعني شبكة، صح؟ شبكة يعني إيه؟ It is a collection of devices، مجموعة من الأجهزة. منفصلة ولا متربطة ببعضيها؟ متربطة، يبقى connected together. ليه أربطهم ببعض ليه؟ قالك to provide a certain service to the user، عشان اقدم خدمه معينه لليوزر. طب يا ترى الخدمه دي ايه؟ يعني لو هنتكلم دلوقتي عن النتورك بنفيتس، خدمات الشبكات، زي ما قلت دلوقتي كده، اول حاجه ايه؟ اكستشينج للداتا. حد عنده راي تاني؟ حاجه تانية. طيب اول حاجه فعلا زي ما انتوا قلتوا كده داتا شيرنج. بمعنى ايه داتا شيرنج؟ الجهاز اللي بره الريسبشن بتاع الداتا بتاعت الشغل بتاعي، تمام؟ انا هفترض دلوقتي ان انا محتاج الداتا دي هنا، مش كل شويه هرفع للسكرتيره بالفلاشه احط لي الداتا دي، طب ارجع هنا تاني اشتغل عليها وارجع احطها تاني، ايه وجع القلب ده؟ تمام، او انا في اي مكان اللاب بتاعي برضه عليه شغل، تمام، ولا في اي جهاز من الاجهزه دي يعني نفسي ان انا عايزه اعدل فيها حاجه، بدل ما ابدا ان انا مثلا كل شويه اروح انقل داتا بالفلاشه، انا بس كل اللي هعمله ايه؟ هتعب شويه اوصل الدنيا بشبكه، تمام، وشير فولدر بره واحط عليه الداتا بتاعتنا وادي لنفسي فول برميشن عليه، بحيث وانا قاعده في مكاني ادخل على الفولدر ده شيرنج، تمام، واعدل كل شغل عليه. سهل عليا على المدى البعيد ولا لا؟ صح. شركه فيها مثلا 5 6 ادوار، مش منطقي واحد في الدور الارضي كل شويه يطلع للدور الثاني ولا الثالث يبدا ان هو ينقل داتا عن طريق فلاش، لا، بنقوم الشبكه وبعد كده كل واحد وهو قاعد في مكانه ايه نتبادل الداتا دي، داتا شير، تمام. مش بس الداتا هي اللي انا ممكن اعمل لها شيرنج، امال ممكن ايه كمان؟ ريسورس شيرنج. يعني ايه كلمه ريسورس؟ كلمه ريسورس دي اساسا معناها هاردوير معين. زي مين؟ اشهر مثلا هاردوير عاده بنشيره البرنت. في هاردوير كتير بس اشهر هاردوير ده عاده بنشيره هو مين؟ البرنت. عندي شركه فيها 200 موظف، ال 200 موظف كلهم محتاجين ان هم يبرنتوا، مش منطقي بقى ان انا اجيب او اشتري لكل موظف برينتر خاصه بيه، امال اعمل ايه؟ هي برينتر واحده بس، تمام، وبوصلها على كيس كده، ودي بقى ده بالنسبه لي بيبقى البرنت سيرفر بتاعي، وبعد كده اشير البرينتر اي حد عن طريق الشبكه يقدر ان هو يبرنت على ايه؟ البرينتر دي، تمام. مش بس كده، في برينترات بتبقى كبيره كده شويه بنسميها نتورك برينتر. يعني ايه نتورك برينتر؟ يعني برينتر بيطلع منها كف داخل في سويتش على طول، ليها اي بي، ليها ماك ادرس، بتعامل معاها كانها جهاز كمبيوتر عادي جدا في الشقه. ده برضو اللي احنا بنسميه ايه؟ ريسورس شير، تمام. بس كده لا، مودرن تكنولوجي. مودرن تكنولوجي زي مين؟ زي تكنولوجي الفايب. فاكرين تكنولوجي الفويس اوفر اي بي اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت؟ زي تكنولوجي الفيديو كونفرنس، الكيست التالي بريسنس اللي شفناها، تمام. بس كده لا، في عندي برضو تكنولوجي كلاود. شفتوا خدمات الشبكات قد ايه؟ بس لا، في عندي مثلا تكنولوجي البيوت، في اي او اي، في اكتر من كده. تعالوا نمسك الاثنين الاخرانيين دول مثلا اي او اي. ايه اي او اي ده بقى؟ ده اكرونيم اختصار لبرينج يور اون ديفايس. يعني ايه برينج يور اون ديفايس؟ يعني هات جهازك من البيت اللي انت حابب تشتغل عليه، هات جهازك من البيت واشتغل عليه. ايه التكنولوجي؟ يعني ايه الاسم؟ يعني ايه هات جهازك؟ اغلب الناس دلوقتي بقى العادي ان احنا كلنا في ايدينا لابتوب وفي ايدينا كلنا سمارت فون او تابلت، صح؟ انا دلوقتي لما بروح اشتغل في اي مكان عند سيرفيس مكان او حاجه، انا حابه ان انا اشتغل على الجهاز بتاعي، على اللابتوب بتاعي. لما اروح الشركه حابه ان انا اشتغل على اللابتوب بتاعي. اي موظف حابب يشتغل على السمارت فون بتاعه او التابلت او ايفر، فانا كده بسهل على الموظف اللي شغال معايا، هات جهازك من البيت واشتغل عليه، من اسمها برينج يور اون ديفايس، تمام. التكنولوجي دي زي اي تكنولوجي في الدنيا سلاح ذو حدين،
زي ما هي انا كادمن سهلت على اليوزر، سهلت على الموظف اللي شغال معايا، بس انا برضه صعبت على نفسي كادمن. مش عرفني دلوقتي ان مروه جايبه اللابتوب بتاعها متبهدل فيروسات ومتنيل، مجرد ما توصله في الشبكه هيبهدل لي الشبكه دي كلها، مش ده احتمال وارد؟ صح. فزي برضه ما احنا بنسهل على اليوزرز برضه لازم نحمي نفسنا. احمي نفسي ازاي؟ على سبيل المثال مايكروسوفت على سبيل المثال عندها سيرفر اسمه نيب، نتورك اكسس بروتكشن، نتورك اكسس بروتكشن. السيرفر ده عباره عن ايه؟ جهاز كمبيوتر عادي زي اللي قدامي ده، بس يكون عليه ويندوز سيرفر مش ويندوز عادي. ايه ويندوز سيرفر ده؟ نسخه كده من الويندوز اسمها ويندوز سيرفر، بتساعدني ان انا اقدم خدمات للموظفين اللي معايا. تمام. مثلا في ويندوز سيرفر 2008 2012 2016، ده غير الويندوز 7 وال8 والكلام ده. تمام. هاجي على الويندوز ده وهحوله على الويندوز سيرفر وهحوله لايه؟ لناب سيرفر. تيجي مروه جايبه اللابتوب بتاعها، مجرد ما توصل الكابل بتاعها في السويتش، ممنوع ممنوع نهائي ان هي تدخل على اي جهاز تاني. الجهاز الوحيد اللي مسموح ليها ان هي تكونكت عليه اللي هو جهاز مين؟ الناب. الناب انا بكون مظبطه لها بطريقتي، بكون قايله فيه مثلا ما تسمحش لليوزرز ان هم يكونكتوا الا لما يكون عنده تيست 1 2 3. يبدا بقى الناب يتشيك عليها، عندك انتي فيروس؟ اه. عامله له ابديت؟ اه. منزله اخر ابديت من موقع مايكروسوفت؟ لا. اه سوري، ممنوع ليك ان انت تدخلي في الشبكه. طب هتفضل كده ممنوع ان هي تدخل في الشبكه؟ لا. انا كأدمن بكون مظبطه منطقه كده اسمها ريميديشن اريا. ريميديشن اللي هي منطقه الحجر الصحي، كل ده اوتوماتيكي. انا مش كأدمن همسك اللاب بتاعها وادخله في منطقه ريميديشن، كل ده ايه؟ اوتوماتيكي. مجرد ما الناب يتشيك عليها لقى ان في عندها عجز في حاجه معينه، في تشيك معين ما عملتهوش، تمام، او ما عدتش منه يعني، هيبدا ينقلها على منطقه ايه؟ الريميديشن. الريميديشن دي بيبقى فيها ايه؟ سيرفرات انا كأدمن مظبطاها بحيث ان انا عن طريقها اظبط اللابتوب بتاعها. زي مين؟ زي الانتي فايروس سيرفر، سيرفر يبدا ان هو يعمل لها ابديت ويسكن عليها. زي الدبليو سوس سيرفر، سيرفر كده تبع مايكروسوفت برضو اسمه دبليو سوس، ده عباره عن سيرفر بيجيب الابديت من موقع مايكروسوفت ويوزعها على كده. تمام. هكون مظبطه السيرفرات اللي تظبط لي الجهاز بتاعها. طب بعد ما تظبط هتدخل على لان؟ لا، ترجع تاني على مين؟ على الناب. الناب يبدا يتشيك عندها تاني، ها عملتي كذا؟ اه عملتي كذا. اه اوكي، ادخلي على الناب. تمام. طب افرض دلوقتي ان انا شغاله مثلا في مكان وجالي واحد جست، يعني واحد اصلا يعني ملوش في الميل، هو مش عايز يدخل على الاجهزه بتاعتي، اكيد يعني ده واحد جست، فمش هجبره ان هو يظبط اللابتوب بتاعه على مزاجي، صح. فعلشان كده برضو انا كأدمن زي ما بعمل منطقه اسمها ريميديشن اريا، بعمل منطقه اسمها جست اريا. ايه الجست اريا دي؟ المنطقه دي جاست بس الناس اللي موجودين فيها من حقهم ان هم يكونتاكتوا على الراوتر، يدخلوا على الراوتر، الراوتر هيوديهم فين؟ الانترنت. انما يدخل على اي جهاز من اجهزه اللاند بتاعتي؟ لا. الجهاز الوحيد اللي مسموح ليهم ان هم يدخلوا عليه هو مين؟ الراوتر اللي هطلعهم على الانترنت. تمام. بالمناسبه سيسكو عندها برضو جهاز بس هاردوير، بقى جهاز اساسا هاردوير كده زي الناب كده، نفس الفكره بس اسمه نيك، نتورك ادمشن كنترول. جهاز هاردوير بيعمل لي نفس الوظيفه بالظبط. تمام. يبقى التكنولوجي تاني برينج يور اون ديفايس، فكرتها ايه؟ ان انا دلوقتي هسمح للناس الموظفين اللي معايا ان هم يجيبوا الاجهزه بتاعتهم يشتغلوا عليها من البيت، بس انا في نفس الوقت لازم احمي نفسي. واضحه؟ تمام. دي تكنولوجي البيوت. في عندي كمان تكنولوجي انترنت اوف ايفريثينج، اسمعوا عنها. انترنت اوف ايفريثينج، ها انترنت الاشياء، يعني سمعتي المره اللي فاتت قلت لي انك سمعتها؟ تمام. انترنت الاشياء ايه؟ انترنت الاشياء دي بقى تعال احكي لكم الحدث من اوله. كل سنه سيسكو بتعمل لنا مؤتمر، تمام، بتعرفنا في اخر الجديد يعني واخر ابديت. من حوالي 3 سنين تقريبا اول ما بدانا في المؤتمر، نيفين الاودي دي اللي هي المدير الاقليمي يعني على مستوى شمال افريقيا وعلى مستوى تركيا، تمام، اول ما بدانا في المؤتمر قالت الجديد بقى عندنا ان على 2020 سيسكو ناوية الشجرة تتكلم نتورك. احنا طبعا سمعنا كده ونصلنا شجرة مين دي اللي تطلع نتورك، تمام. السنة اللي بعديها برضو اول ما بدأنا المؤتمر، مش السنة اللي فاتت قلنا لكم ان على 2020 الشجرة تتكلم نتورك؟ سيسكو بدأت فعلا ووصلنا للتالي. سيسكو طبعا بانتجريشن مع شركات تانية، تمام، ووصلنا للتالي. شغلوا فيديو انا متهيألي عمري ما هنسى الفيديو ده في حياتي. طبعا ساعتها كان بالنسبة لنا انبهار، يعني اول حاجه لقطه في الفيديو بقره موجوده في مزرعه
البقرة دي ريدي دلوقتي ان حد يجي يحلبها. البقرة تبعت اسم اسم للادمن يجي يحلبها. تمام؟ زرع في مزرعة. تمام؟ الزرع دلوقتي محتاج مية. الزرع يبعت اسم اسم النافورة تتفتح لوحدها ترش عليه مية. كل حاجة في حياتنا هيبقى عليها اي بي، وكل حاجة هتبقى كنترول عن طريق سنسور. يعني انا دلوقتي مثلا ممكن اضبط عن طريق بقى الكونتجريشن انترنت اوف ايفريثينج الماركر اللي قدامي ده، ان هو لو خلص يبعت لي اسم اسم على الموبايل يقول لي اشتري ماركر تاني وانت جاي. تمام؟ اقول لك على حاجه عشان الانبهار اللي طلع ده. من ايام ما انا كنت في الكليه اساسا وكان في مشاريع تخرج عندنا كانت لسه بادئه بقى ساعتها، يقول لك اوتوميتد سيستم هوم. اوتوميتد سيستم هوم يعني ايه؟ يعني اتحكم في الاجهزه بتاعتي في البيت من بره عن طريق اسم اسم بالموبايل، مش عارف ايه، زي ايه، اظبط درجه حراره التكييف، اظبط درجه حراره الثلاجه، إيه، كل ده عن طريق ايه؟ بكنترول من بره. تمام؟ الموضوع بدا يكبر لغايه ما وصلنا لده، وفعلا زي ما بقول لكم وصلوا لمرحله كبيره جدا. كانت نهله مشيره مره على الفيس عندها فيديو كده، نهله ايوه نعرف كمان بس انا مش فاكره الفيديو. لا ده من فتره يعني، كانت مشيره فيديو كده عن جهاز صغير قد كده تبع شركه فاين فودز. الجهاز ده بيتلزق على الثلاجه كده، وست البيت بتعمل له مثلا كونفيجريشن بطريقه معينه، ان مثلا لو الزبادي خلص او وصل عدد الزبادي مثلا على البيتين يبعت اسم اسم ست البيت تشتري الزبادي وهي مروحه. الخضار لو خلص تشتري خضار وهي جايه، على حسب الكونفيجريشن اللي هي هتعملها عليه. الجهاز قد كده بالظبط. هي الفكره عارفه ازاي ان الشجره عطشانه فشغل اللي بتاع شغل كل ده كان بيحصل. بين الميه والميه وال ام نوت شور هيتعمل ازاي. بس هو ده المستقبل، هو ده المستقبل. زي ما قلت لكم فعلا داسوا في الموضوع جامد جدا ووصلوا دلوقتي لحاجات عاليه قوي قوي فيه. تمام؟ فالمستقبل فعلا الانترنت اوف ايفريثينج وتكنولوجي كلاودينج، دول فعلا تو تكنولوجيز المستقبل كله هيبقى عليهم. تمام؟ هو عموما المؤتمر بكره ان شاء الله هعرف الجديد وهاجي اقول لكم عليه ان شاء الله. تمام؟ المهم الناس اللي كانت بتقول لي داتا شيرنج، خدمات الشبكات داتا شيرنج، داتا شيرنج ايه؟ ايوه ما عندنا من سنتين ثلاثة. صح سنتين ثلاثة. تمام؟ في أي مشكلة في الجزء ده؟ نكمل؟ لو عايز اتكلم دلوقتي عن النتورك كومبوننتس، لو عايز اعمل شبكه بسيطه، يا ترى الشبكه دي احط فيها ايه؟ ايه الاجهزه اللي ممكن تتحط في البي سي؟ صح، ها، لابتوب، راوتر، سويتش، ممكن كيبل. تمام، اسمه تمام. طيب تعالوا نقسمهم بقى كاتيجوري. اول كاتيجوري عندي بنسميه نتورك ديفايسز. يعني ايه نتورك ديفايسز؟ يعني جهاز، او تعالوا سريع انتهى من الاول احسن، انت ديفايسز. يعني ايه انت ديفايسز؟ يعني جهاز في نهايه الشبكه. جهاز ايه في نهايه الشبكه؟ زي مين؟ زي اللابتوب، لابتوب، زي البي سي. هو البي سي دلوقتي ده، يعني مثلا الكابل هفترض ان هو داخل دلوقتي طالع من السويتش داخل على اللابتوب بتاعي، وانا داخل واي فاي ساعه، بس هفترض انه داخل ايه على اللابتوب بتاعي. تمام؟ بعد البي سي في حاجه؟ لا. يبقى ده الجهاز ايه؟ في نهايه الشبكه. زي مين كمان؟ زي النتورك برينتر، البرنترات اللي كنت بقول لكم عليها من شويه. زي مين كمان؟ زي السمارت فون. ما انا بدخل بالموبايل بتاعي دلوقتي نت، هو في حاجه بعد الموبايل ولا ده اخر حاجه الجهاز عندي؟ صح. زي مين كمان؟ زي الاي بي فون، التليفونات اللي كنت قلت لكم عليها قبل كده، زي كاميرات المراقبه. ما الكاميرا بتدخل نتورك اساسا عشان اقدر ان انا اراقب الشركه بتاعتي من بعيد. كل دي اجهزه ايه؟ في نهايه الشبكه. كل دي اجهزه ايه؟ في نهايه الشبكه. تمام؟ ده اول كاتيجوري. الكاتيجوري اللي بعديه نتورك ديفايسز. نتورك ديفايسز برضو بنقول عليها انترميديت devices او intermediary devices. intermediate يعني في النص، intermediary وسيط. يعني ايه؟ جهاز بيربط لي الاند ديفايس. جهاز وظيفته ايه؟ بيربط الاند ديفايس. زي مين؟ زي سويتش، زي جهاز اسمه هاب. هنشوف ايه الهاب ده وهنعرف انه انقرض خلاص.
تمام، زي جهاز اسمه ريبيتر مقارنة، زي جهاز اسمه بريدج، زي جهاز اسمه اكسس بوينت، زي جهاز اسمه راوتر. كل دي اجهزه بتوصل لي الدنيا ببعضها. مين اللي احنا هندرسه في الكلام ده ان شاء الله؟ هناخد اوفر فيو عنهم كلهم، لكن اللي هنركز عليه قوي السويتش والاكسس بوينت والراوتر، الباقي ده خلاص مجرد. تمام. طيب الدنيا دي كلها محتاجة ان هي تتوصل ببعضيها، يبقى انا هحتاج ايه؟ ميديا. هحتاج ايه؟ ميديا. الميديا دي وصيل بيربط لي الاجهزة ببعضيها، سواء كيبلز او واير ليس. سواء ايه؟ كيبلز او واير ليس. واضحة كده؟ تمام. تعالوا نشوف بقى وصلنا لغاية فين كده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده هنا بيقول لي يعني ايه نتورك، ودي هي اهميه النتورك، ودي الكومبوننت بتاعه النتورك. الناس اللي هتذاكر ورايا هتلاقي في شويه حاجات هنا انا ما جبتش سيرتها خالص. في الاند ديفايسز بيقول لكم برضو اتش تي تي بي، مش عارفه اتش تي بي بوب 3، مش وقت خالص. المحاضره الجايه ان شاء الله هناخد الكلام ده بالتفصيل الممل. تمام. عندي كمان نتورك ديفايسز، وعندي الكونكتيفيتي اللي هي الميديا، الوسيط اللي بيربط الدنيا دي ببعضيها. دي بعض الاكزامبلز على الاند ديفايسز. لابتوب، دي النتورك برينتر، اي بي فون، كاميرات مراقبه، سمارت فون. بعد كده انترميدري اللي هي النتورك ديفايسز، زي مين قلنا؟ سويتش، هاب، راوتر. تحت خالص مش عارفه بقى ظهر عندكم ولا لا، ديفايسز اللي هي مكتوب جنبها فاير وول. ايه الفاير وول ده؟ في اخر حاجه في الكورس بتاعنا ان شاء الله هندرس جزء سكيورتي بسيط كده، هنفهم ايه الفاير وول ده، بس مش هناخده ان ديتيلز. تمام. وبعد كده ايه؟ الميديا. هو جايب لي هنا اتنين سلايد كده على الكابلات، احنا هنكروتهم دلوقتي لان كده كده ان شاء الله في شابتر كامل عندنا في الاسلاك هنرجع نشرح كل الكلام ده انتي. تمام. ندخل بقى في الجد بقى شويه. هنتكلم عن حاجه اسمها نتورك توبولوجي. يعني ايه نتورك توبولوجي؟ توبولوجي معناها طريقة توصيل الأجهزة في الشبكة عاملة ازاي؟ طريقة توصيل الأجهزة في الشبكة عاملة ازاي؟ أول توبولوجي كانوا عملوه كان توبولوجي كده اسمه باس توبولوجي. توبولوجي اسمه ايه؟ باس توبولوجي. ايه الباس توبولوجي ده بقى عبارة عن ايه؟ قالك كان بيبقى عندي كابل، تمام؟ والأجهزة بتاعتي متوصلة عليه بالمنظر ده، ادي 1 2 3 4، وكل دول متوصلين على الكابل. ادي جهاز اي بي سي دي. قبل ما اكمل، الكابل ده ما كانش بيبقى كابل الايثرنت اللي انتم متعودين عليه، ده كان بيبقى الكابل اللي هو الكوأكسيال كيبل. فاكرينه؟ فاكرين الكوأكسيال كيبل؟ كنا درسنا عليه كليه، اللي هو سلك الدش. بسم الله ما شاء الله اتمسح. حاسبات ما بتاخدش الحاجات دي؟ اللي هو سلك الدش. سلك الدش اللي عندي في البيت دلوقتي ده شكله عامل ازاي؟ بيبقى حته نحاسه، سلك نحاسه، وحواليها فوم ابيض، وبعد الفوم ابيض فيه شيلد الومنيوم، شبكه الومنيوم كده، وبعد كده كل ده بيتغطى ببلاستيك. لما ناخد شابتر الاسلاك هنرجع تاني للكلام ده ان شاء الله. تمام. المهم ان سلك الدش ده او اللي هي الكوأكسيال كيبل ده طبعا كان ليه كروت شبكه مختلفه تماما، شبه اللي موجود في الريسيفر دلوقتي. تمام. كان بيبقى ليه كروت شبكه مختلفه، فكان بيطلع الكابل من كارت الشبكه بتاع الجهاز يربط ازاي على الكابل اللي تحت بالمنظر ده؟ قال لك كان بيبقى فيه هنا حاجه اسمها تي كونكتور. حاجه اسمها ايه؟ تي كونكتور. تمام. ليه سموها تي كونكتور؟ لان هي على حرف تي بس مقلوب، فكان الكابل بيدخل من فوق ويجي من الطرفين يتلحموا في النص هنا كده بطريقه بحيث ان في الاخر الدنيا كلها تشوف بعضيها. تمام. طيب ندخل بقى ايه نشوف الكلام ده كان بيشتغل ازاي. هفترض دلوقتي ان ايه عايز يبعت داتا للسي. قبل ما نشوف ايه اللي هيحصل نتفق مع بعض الاول على حاجه، ان الداتا دي بتبقى عباره عن ايه؟ جهاز الكمبيوتر ما بيفهمش غير حاجتين بس في حياته، انك تديله فولت او تمنع عنه الفولت، اللي احنا بنسميها الاصفار والوحيد. ده مش معناه ان هشيل واحط في الفيشه. تمام. امال ده معناه ايه؟ ان البروسيسور بيبقى عباره عن ملايين البوابات الالكترونيه اللي بتتفتح وبتتقفل في نفس الوقت.
تمام. على سبيل المثال ده كفرض، هفترض دلوقتي ان انا جيت على الكيبورد بتاعي ضغطت على حرف الايه، تمام، البروسيسور البوابه بتاعته ساعتها هيحصل فيها ايه؟ هفترض ان هي تعمل حاجه بالمنظر ده مثلا. ده معنى ايه؟ واحد معناه ان الطرفين بتوع البوابه بتاعته كده لمسوا على بعض. طالما لمسوا على بعض في فولت هيعدي ولا لا؟ في فولت هيعدي. قيمته قد ايه؟ 5 فولت، او للدقه من 4.6 لغايه 5 فولت بنعتبرها ايه؟ 1. تمام. طب والصفر؟ صفر يعني ايه؟ يعني البوابه بتاعته فتحت كده. طالما فتحت كده في فولت دلوقتي بيعدي؟ لا، مفيش فولت بيعدي، وبالتالي بنعتبرها صفر. تمام. الصفر ده بقى للدقه من 0 فولت لغايه 4.1 فولت بنعتبرها ايه؟ 0. يعني من الاخر دي للصرم الوحيد اللي كنا بنسميها الماشين لانجوج، لغه الاله اللي كنا بنسميها ايه؟ الماشين لانجوج، جهاز الكمبيوتر تاني ما بيفهمش حاجه في حياته غير ايه؟ الصار والوحيد بس. تمام. فنرجع بقى هنا تاني، انا هفترض تاني ان جهاز ايه عايز يبعت داتا للسي. احنا لسه قايلين ان الداتا دي عباره عن ايه؟ كهرباء. انا كهربت السلك، لما بكهرب اي سلك في الدنيا ايه اللي بيحصل؟ السلك كله بيتكهرب. تمام. يعني هلاقي فيه كوبي من الكهرباء او الداتا وصلت لكده ووصلت لده ووصلت لده ووصلت للطرف ده ووصلت للطرف ده، انا كهربت السلك. تمام. انا اللي يهمني دلوقتي ان الداتا توصل لمين؟ للسي. انا مش عايزه كوبي من الداتا توصل للطرف ده ولا للبي ولا للدي. تعالوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل. لو عندي، تعالوا نشوف الاول مشاكل التوبولوجي ده ايه، وده اللي خلانا كلنا نبعد عنه. بالمناسبه الباس توبولوجي انقرض، انا ما اشتغلتش عليه، انقرض من سنين. تمام. طب هندرسه دلوقتي ليه؟ لان في اولا احنا بناخد اوفر فيو بس مش اكتر، ثانيا لان في جزء كده التكنولوجي معانا جواه لازالت ممكن ان انا اطبقها في الشبكات اللي حوالينا دلوقتي. تمام. فتعالوا نشوف ايه مشاكل التوبولوجي ده واللي خلانا نبعد عنه ليه. اول مشكله ان كان في كوبي من الكهرباء او الداتا بتوصل للطرفين. لو تفتكروا بقى فيزياء الثانيه ثانوي ولا كانت الثالثه ثانوي كانوا يقولوا لنا ايه؟ لو الكهرباء عندي وصلت لطرف، تمام، الطرف ده كده مقصوص بمقص، مفيش حاجه تمنع الداتا ان هي تعدي الناحيه الثانيه يعني، تمام، مقصوص بمقص، الكهرباء دي كانت بترجع الناحيه الثانيه، توصل هنا توصل كده، توصل هنا تفضل ايه؟ راحه جايه الى ما لا نهايه، طالما انا قص السلك ايه؟ بمقص كده. طب وحل المشكله دي ايه؟ قال لك بدل ما الداتا تفضل راحه جايه الى ما لا نهايه، كنا بنحط هنا حته مقاومه صغيره كده عند الطرفين. طبعا المقاومه الصغيره دي بنسميها تيرمينال او ترمينيتور. تيرمينال او ايه؟ ترمينيتور. ايه تيرمينال او ترمينيتور؟ دي حته مقاومه كده صغيره، وظيفتها ايه؟ ان الداتا اول ما توصل للطرف ده يحصل لها دروب. الداتا اول ما توصل للطرف ده ايه؟ يحصل لها دروب والطرف التاني. تمام. يبقى تاني، اول مشكله في التوبولوجي ده ان كان في كوبي من الداتا بتوصل لطرفين، حلتها ازاي؟ بالترمينيتور. تاني مشكله ان في كوبي من الداتا كانت غصب عني بتوصل لمين؟ للبي. كوبي من الداتا بتوصل للدي. طب السي انا كده كده عايزه الداتا توصل ليه. تمام. خدوا بالكم من حاجه انا قلتها، الباس توبولوجي ده اول توبولوجي اساسا ظهر تاريخيا. تمام. ايام ما كانت امكانيات الاجهزه تعبانه جدا، ضعيفه جدا. يعني انا فاكره ايام ما كنت في الكليه كان في دكتور بيحكي لنا مره كده موقف، يعني بيقول ان هو مره حصل ليه من زمان، يعني اشترى رامه كانت 8 ميجا، جات له في علبه قطيفه من اوروبا. انتوا متخيلين بقى الوضع كان عامل ازاي؟ تمام. فتلاقي بس الجهاز بي ده تقيل في ايدك، تقيل قوي، انت مش فاتح ابلكيشن كتير تخلي الدنيا تقيله عليه قوي كده، ورغم كده تقيل قوي. ليه؟ في الباك جراوند اللي وراك باستمرار عمال يستلم كوبي من الداتا، يعمل لها بروسيسنج وبعد كده يعمل دروب للداتا. سي او دي نفس الكلام، عمال يستلم كوبي من الداتا يعمل لها بروسيسنج وبعد كده يكتشف ايه؟ ان الداتا دي مش ليه، فيعمل لها ايه؟ دروب. طب حل المشكله دي ايه؟ لا، غصب عني كان في كوبي من الداتا بتوصل للسي او للبي وللدي للكل. تمام. يبقى لغايه دلوقتي المشكلتين اللي اتكلمنا عنهم، اول مشكله ان كان في كوبي من الداتا بتوصل للطرفين، حليت المشكله دي ازاي؟ عن طريق الترمينال. تمام. تاني مشكله ان كان في كوبي من الداتا بتوصل لكل الاجهزه سواء اللي انا عايزاها او اللي انا مش عايزاها، حل المشكله دي في ايه؟ لا سوري ملهاش حل. حد عنده سؤال؟ تمام. مش بس هي دي المشاكل الوحيده بتاعه التوبولوجي ده، ايه المشاكل التانيه؟ ها
هفترض دلوقتي ان جهاز ايه كان عايز يبعت داتا للسي، وفي نفس الوقت جهاز دي هو كمان عايز يبعت داتا لايه؟ للسي. انا بتكلم مع مروه، بتكلم مع مروه في نفس الوقت بالظبط، احنا الاثنين بنتكلم في نفس الوقت، مروه هتفهم حد؟ لا. وبالتالي الكلام بتاعنا ده او الداتا بتاعتنا دي بالنسبه لها دروب. تمام. ده طبعا في كوبي من الداتا بتوصل للكل، ده انا مسكت الجزء ده بس. يعني ايه لما بيبعت الداتا مش هتوصل للسي بس، ده توصل للكل، ودي نفس الكلام. فكان بيحصل هنا كده في النص حاجه بنسميها كوليجن، حاجه كده اسمها ايه؟ كوليجن. كوليجن يعني ايه كترجمه؟ تصادم. تمام. وتاثيرها تاني للداتا هتضرب. احل مشكله الكوليجن ازاي؟ عن طريق سوفت وير موجود على كارت الشبكه اسمه سيزما سي دي. سوفت وير موجود على كارت الشبكه اسمه ايه؟ سيزما سي دي. ايه سيزما سي دي ده بقى؟ كارير سنس مالتيبل اكسس اوفر كوليجن ديتكشن. نمسك بقى الكلمه دي واحده واحده كده ونفصصها. كارير، كلمه كارير كترجمه معناها حامل، صح؟ مين اللي بيحمل الداتا عندي هنا؟ السلكه دي هي اللي بتحمل الداتا. سنس، سنس يعني ايه؟ بيحس بالحاجه. تمام. ايه اللي هيحصل بقى؟ ان جهاز ايه قبل ما يبعت الداتا على الكارير هيبعت الاول سيجنال كده اسمها سنس. هيبعت ايه؟ سنس على الكارير، يلسن على الكارير ان كان عليه داتا ولا لا. لو عليه داتا يستنى ما يبعتش عشان ما يعمليش كولجن. طب لو فاضي معلوش داتا يقدر يبعت بعد. تمام. يبقى تاني كارير سنس معناها ان اي ديفايس عايز يبعت داتا على الكارير قبل ما يفكر يبعت داتا بيبعت ايه؟ سنس الاول كده على الكارير. تمام. مالتيبل اكسس، مالتيبل اكسس يعني كذا جهاز يقدروا ان هم يوصلوا لبعض، بس يا ريت ما يكونش ات ذا سيم تايم، لان لو ات ذا سيم تايم هيحصل كوليجن. انا كده حليت الكوليجن ولا لا؟ حلتها. طيب نقرا تاني كده مع بعض. اوفر كوليجن ديتكت، ديتكت يعني ايه؟ يعني بيحس بالحاجه. ديتكت بيحس بالحاجه. لو انا دلوقتي كنت فعلا منعت الكوليجن كان ابسط حاجه، يعني كان يسميها لي كوليجن افويدنس، تجنب الكوليجن. لكن ده سماها لي ديتكت. ديتكت يعني ايه تاني؟ حس ان حصل كوليجن. هو ستيل ممكن يحصل عندي كوليجن؟ امتى؟ افرض دلوقتي ان جهاز ايه بعد سنس كان الكارير فاضي، وجهاز دي في نفس الوقت بالظبط هو كمان بعد سنس وصدفة كان الكارير فاضي. الاثنين بعتوا سنس في نفس الوقت وكان الكارير بتاعي ايه؟ فاضي. هيبعتوا ولا لا؟ هيحصل. احل الكوليجن ساعتها ازاي؟ قال لك ساعتها التو ديفايسز اللي تسببوا عندي في حدوث الكوليجن اللي هم مين؟ A و D، هيبعتوا للكل انكلودنج نفسهم. هيبعتوا سيجنال للكل انكلودنج نفسهم. السيجنال دي اسمها جام سيجنال. السيجنال دي اسمها ايه؟ جام سيجنال. جام يعني محشور، حتى لما بتبقى ورقه محشوره في البرينتر بنقول عليها جام بيبر. تمام. الجام سيجنال دي هتوصل للكل، تقول لهم ستوب، محدش يبعت داتا، حصل كوليجن. تمام. وبعد كده عن طريق السوفت وير اللي اسمه سيزمس دي كل الاجهزه هيبداوا ان هم يشغلوا الجوريزم بينهم وبين بعضهم. الجوريزم يعني ايه؟ معادله. المعادله دي اسمها باكوف الجوريزم. معادله اسمها ايه؟ باكوف الجوريزم. باكوف الجوريزم يعني ايه؟ معادله التراجع. تاثير معادله التراجع ان كل جهاز من الاجهزه اللي فوق دي هيستنى راندوم تايم، هيديتكت لنفسه راندوم تايم، ما يكونش بيكرر مع حد تاني. يعني على سبيل المثال هفترض ان جهاز ايه هيستنى واحد مايكرو سكند. هيستنى ايه؟ واحد مايكرو سكند. جهاز دي مثلا هيستنى اتنين مايكرو سكند. جهاز دي هيستنى تلاتة مايكرو سكند. جهاز دي هيستنى اربعة مايكرو سكند. طبعا ما بتبقاش ارقام متسلسلة كده. تمام. ده فور سمبلستي بس مش اكتر. تمام. ومش بيعملوا كونفليكت مع بعض، بيديتكتوا مع بعض وكل واحد بيتفق على رقم ويعرفوا الاتنين. اوكي. لما يجوا يبعتوا بعد كده هيحصل عندي كوليجن؟ لا. ما هو كل جهاز ايه بيبعت في وقت مختلف عن التاني. كل جهاز ايه بيبعت في وقت مختلف عن التاني. واضحه كده؟ يبقى تاني، تالت مشكله عندي في التوبلش ده
ودي اللي تهمني، لان ستيل في الشبكات بتاعت دلوقتي ممكن يحصل عندي كوليجن في بعض السيناريوهات وهنشوفها قدام باذن الله. وطالما مشكله الكوليجن حصلت لازم غصب عني تكنولوجي السيزما سي دي او السوفت وير اللي اسمه سيزما سي دي يشتغل عشان يبدا يحل لي مشاكل ايه الكوليجن. والسيزما سي دي لازال موجود على الاجهزه اللي حواليكم دي. تمام. ايه بقى فكره السيزما سي دي؟ قال لك دلوقتي لو جهاز ايه ودي صدفه الاثنين كانوا بعتوا داتا للسي في نفس الوقت، اول ما يبعتوا داتا للسي هيحصل ايه؟ كوليجن، تصادم. تمام. وتاثيرها ان الداتا هتضرب. تمام. بعد كده السوفت وير اللي اسمه سيجنال سي دي هيبدا يشتغل ازاي، او قبل حتى ما يحصل الكوليجن، عشان احل مشاكل الكوليجن كان المفروض ان اي جهاز عايز يبعت داتا على الكارير يبعت في الاول سنس، بيسنس على الكارير. تمام. ده حل معايا الكوليجن؟ لا، ممكن استيل جهازين يبعتوا سنس على الكارير في نفس الوقت، صدفه كان الكارير فاضي فاستيل هيبعتوا داتا فاستيل هيحصل كوليجن. احل الكوليجن ساعتها ازاي؟ السوفت وير ده عن طريقه الجهازين اللي تسببوا في حدوث الكوليجن هيبعتوا جام سيجنال لكل الاجهزه انكلودنج نفسهم تقول لهم ستوب محدش يبعت داتا. وبعد كده عن طريق معادله اسمها باك اوف الجوريزم، الباك اوف الجوريزم دي معادله انكلودد اساسا جوه السيجنال سي دي. المعادله دي تاثيرها ان كل جهاز هيستنى راندوم تايم ما بيكررش مع الجهاز تاني، لما يجوا يبعتوا بعد كده الداتا هيحصل عندي كوليجن، المفروض كده ما يحصلش كوليجن. في اي مشاكل؟ تمام. في برضو هنا مصطلحين يهموني قوي ان انتوا تكونوا فاهمينهم. مصطلح اسمه فيزيكال توبولوجي، ومصطلح اسمه لوجيكال توبولوجي. ايه الفرق ما بينهم؟ فيزيكال توبولوجي يعني شكل التوبولوجي قدام عينيا عامل ازاي، شكل التوبولوجي قدام عينيا عامل ازاي. لكن لوجيكال توبولوجي يعني طريقه شغله عامل ازاي. هو التوبولوجي قدام عينيا دلوقتي عامل ازاي؟ مش بس اهو سلكه ومتركب عليها الاجهزه، يبقى ده ايه؟ بس. طب وطريقه شغله؟ برضو بس، برضو ما فهمتش، سيبكم منها دلوقتي، هتوضح قوي قوي في التوبولوجي اللي جاي على طول. ساعتها انتوا نفسكم اصلا هتقدروا ان انتوا تعملوا ديتكت يعني ايه كلمه فيزيكال توبولوجي ويعني ايه لوجيكال توبولوجي. فاللي ما فهمش الفرق بينهم دلوقتي طنشوها دلوقتي، ادوني بس اقل من 5 دقايق وهتوضح قوي. واضحه؟ تمام. كده بالنسبه لمين؟ اول توبولوجي. ندخل بعد كده في اللي بعديه. التوبولوجي اللي بعديه ستار توبولوجي. ستار توبولوجي. تمام. كلمه ستار وده اللي شغال دلوقتي على فكره. تمام. كترتيب تاريخي الباص ظهر الاول، مش بعدين الستار، كان في حاجات في النص، انما اخر حاجه موجوده دلوقتي اللي هو مين؟ الستار. ستار توبولوجي معناه ان انا عندي سنترلايزد ديفايس في النص، جهاز في النص، والاجهزه بتاعتي متوصله عليه. ادي ادي جهاز اي بي سي دي مثلا، تاني ده عباره عن ايه؟ سنترلايزد ديفايس، جهاز في النص. تمام. الجهاز اللي في النص ده ممكن يكون ايه؟ يقول لك ممكن يكون جهاز اسمه هاب، وممكن يكون جهاز اسمه سويتش، في اكتر هشوفهم قدامي ان شاء الله، بس دول اللي هركز عليهم دلوقتي قوي. تمام. الهاب ده كان جهاز غبي جدا، تعالوا نشوف طريقه شغله عامله ازاي ونشوف فعلا ليه هو وقعت. قبل ما اقول الكلام ده ليه، الشغل بتاعنا باذن الله هرسم ازاي الهاب وهرسم ازاي سويتش. الهاب هرسمه مستطيل وفي سهم واحد بس. تمام. السويتش دايما هنرسمه مستطيل، في سهم رايح وفي سهم جاي. يبقى اي ديفايس سهم واحد بس ده ايه؟ هاب. سهم رايح وسهم جاي ده يبقى مين؟ سويتش. تمام. فتعالوا نفترض الاول ان ده عباره عن ايه؟ هاب. كل فتحه من الفتحات دي بنسميها بورت، او الاوفيشال بتاع سيسكو اسمها انترفيس. بورت او ايه؟ انترفيس. بص كده السويتش اللي ورا ده، ده سويتش سيسكو على فكرة. تمام. بص الفتحات اللي فيه دي، كل فتحة من دول بنسميها ايه؟ بورت، او سيسكو بقى الاوفيشال بتاعها بتسميه انترفيس. انما في اللغة الدارجة بتاعتنا يعني نروح نشتري سويتش نقول لك ايه؟ انا عايز سويتش 8 بورت، عايز سويتش مش عارفة 15 بورت. تمام. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي بقى لو انا كنت شغالة هاب؟ الداتا هتيجي من ايه؟ انا هفترض ان ايه عايز يبعت داتا للسي،
الهب زي الغبي هياخد الداتا من ايه، يعمل لها فلود على كل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي جات لي منه الداتا، يعمل لها ايه فلود على كل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي جات لي منه الداتا. اشتغل زيه زي مين؟ مثال بس، مش كان الباس اي كات عايز يبعت الداتا لاي ديستنيشن كانت الداتا بتوصل للكل؟ مش ده برضه نفس طريقه الشغل بالظبط؟ اي كات عايز يبعت الداتا لاي ديستنيشن وصلت لمين؟ للكل. ده مش بس كده، ده ممكن يعمل لي كولج، بمعنى انا ممكن دلوقتي جهاز ايه كان بيبعت داتا وجهاز بي في نفس الوقت بيبعت داتا، الاثنين عايزين يبعتوا داتا لمين؟ للسي. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل على طول كولجن. طبعا انا ماسكه الحته دي بس، انما الداتا هتتلط على كله، فيحصل كولجن على مستوى الهب ككل. طالما في كولجن مين اللي يحل الكولجن؟ سيزمس دي. يعني ايه؟ يعني جهاز الاي كان قبل ما يبعت داتا هيبعت سنس على الكارت، والحوار بقى في الحدوته بتاعتها. طريقه شغله زي مين بالظبط؟ مش زي الباثولوجي صح؟ طريقه شغله دلوقتي تيبيكال زي مين؟ الباثولوجي. يبقى لما ارجع تاني بقى هنا واقول ان الستار توبولوجي في حاله الهب، الفيزيكال توبولوجي شكل التوبولوجي قدام عينيا عامل ازاي؟ ستار. ستار جهاز في النص متوصل حواليه اكل، تمام؟ ستار يعني نجمه صح؟ ما هي النجمه اللي في النص دي لو وقعت محدش هيشوف تاني، مش كده؟ طيب واللوجيكال بالظبط، اللوجيكال توبولوجي بتاعه طريقه شغله واضح. ايه الفرق ما بين الستار توبولوجي سوري الفيزيكال توبولوجي واللوجيكال توبولوجي؟ تمام. ده في حاله مين؟ الهب. تعالوا نشوف بقى السويتش بيشتغل ازاي وفعلا اذكى بكتير من الهب ولا لا. تمام. قبل ما اشرح بقى السويتش بيشتغل ازاي، هنركن بس كل الكلام ده بقى كده في جنب كده، ونشرح حاجه كده جانبيه الاول. ايه هي؟ الادرس بتاع جهاز الكمبيوتر. الادرس بتاع جهاز الكمبيوتر، تمام؟ اي جهاز كمبيوتر بيبقى له ادرس، زي ما انا دلوقتي لو عايزه ابعت رساله لحد فيكم مش لازم يكون معايا الايميل بتاعها؟ نفس الكلام جهاز عايز يبعت داتا لجهاز تاني مصر يبقى معاه الادرس بتاعه. اي جهاز كمبيوتر في الدنيا او اي راوتر، تمام، بيبقى له نوعين من الادرس، مش ادرس واحد بس. الاولاني بنسميه لوجيكال ادرس، زي اشهر واحد اللي هو اي بي، سمبلي بنسميه ايه؟ اي بي، تمام. والنوع التاني اسمه فيزيكال ادرس، اللي هو من ضمن مسمياته بنسميه ماك ادرس، ميديا اكسس كنترول، اللي برضو من ضمن مسمياته بنسميه كام ادرس، كونتنت ادريسابل ميموري، اللي من ضمن مسمياته بنسميه البي اي اي، البرنت ان ادرس. كل دي مسميات لمين؟ للماك ادرس، تمام. في اكتر، في ساعات بيسموها هاردوير ادرس وتفر، تمام. مايكروسوفت بتسميه فيزيكال ادرس، احنا في لغتنا الدارجه عاده بنقول عليه ماك ادرس، تمام. الاسم الاوفيشال بليف ات اور نوت، الاسم الاوفيشال كام؟ كام ادرس. حتى لما تطلعوا اعلى بقى مستويات اعلى في الشبكات مش هتلاقوا نفسكم بعد كده بتقولوا الماك تيبل ولا مش عارف ايه، دايما اسمه ايه؟ الكام، تمام. سيسكو بتسميه البي اي اي، يهمني ان انتوا تعرفوا برضو المسمى ده قوي عشان قدام لما ندخل في العمل ان شاء الله واجي اقول كده امر شو مثلا مش عارف ايه على السويتش ولا الراوتر والاقي كلمه بي اي اي، مش عايزه حد يقول لي ايه بقى البي اي اي ده، تمام. ايه البي اي اي او ايه الماك ادرس تبعه؟ قال لك ده بيبقى رقم محروق على كارت الشبكه. رقم ايه؟ محروق على كارت الشبكه. يعني ايه محروق؟ يعني محفور على كارت الشبكه. لو مسكتوا اي كارت شبكه اكسترنال كده مثلا، كروت الشبكه ممكن تكون بيلت ان على المذر بورد وفي كروت اكسترنال، تمام. لو مسكتوا اي كارت شبكه كده هتلاقوا رقم محفور عليه. شكله بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى مكتوب بالنظام الهكساديسيمال، بيبقى مكتوب بالنظام ايه؟ الهكساديسيمال. يعني ممكن تلاقوا حاجه بالمنظر ده. حاجه مثلا بالمنظر ده،
اول ملحوظه تاني فيه ان هو مكتوب بالنظام الهكسا ديسيمال. ايه الهكسا ديسيمال ده؟ النظام السداسي 10. طب انا عارفه ان النظام السداسي 10 اكبر رقم فيه افتكروا كده ما ينفعش اقول 15 بقى اسمه اف. تمام، يبقى اكبر رقم عندي في النظام الهكسا ديسيمال اللي هو مين؟ الاف. الاف ده لو تفتكروا كان التمثيل بتاعه في الباينري 4 1. انا ممكن احول بين الانصب صح، يبقى الاف تاني لو عايز احوله للنظام الباينري هيبقى كام؟ 4 1. معنى كده ان اي رقم من الارقام اللي قدامكم دي هتتمثل في كام بت؟ 4 بت. يعني لو قلت لكم 0 تبقى كام؟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 من الشمال صح. معنى كده ان الماك ادرس تيبل كله على بعضه كام بت؟ عادي تاني كده ثمانية واربعين. أيوة تمام، دول كده 8 بت في 6 أرقام قدامكم هو يدوني كام؟ 48 بت. الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلام نظري ويتركن ورا ظهرنا، الكلمتين دول هنحتاجهم قوي 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 قدام بإذن الله. اتفقنا؟ تمام. يبقى الماك أدرس تاني بيتمثل في كام بت؟ 48 بت. الرقم ده بيبقى رقم يونيك على مستوى العالم. يعني ايه يونيك؟ يعني المفروض ما تلاقوش ولا كارتين شبكة على مستوى العالم ليهم نفس النيك. المفروض ما فيش ايه؟ ولا كارتين شبكة على مستوى العالم ليهم نفس النيك. طب ثانية واحدة بقى، مش انا عندي مصانع كتيرة جدا بتصنع عندي كروت شبكة؟ صح؟ اضمن ازاي ان مش يحصل كونفليكت ان مصنعين مثلا يطلعوا نفس الميك؟ جت منظمة الاي تريبل اي، فاكرين الاي تريبل اي؟ دي منظمة عندكم مرة الاي تريبل اي يا جماعة عندكم؟ هي الاي تريبل اي دي ده منظمة كده مسؤولة عن أي تكنولوجي جوه الاي. فأي هندسة في مصر دايما بيبقى ليها فرع للاي تريبل اي. تمام؟ المهم تاني إن دي منظمة مسؤولة عن إيه؟ أي تكنولوجي جوه الاي بتروح ماسكة التكنولوجي كده كده تظبطها وتديها رقم. تمام؟ هنسمع الاسم بتاع الاي تريبل اي ده كتير قوي. جت الاي تريبل اي قالت ايه؟ عشان اضمن انه ما يحصلش كونفليكت على مستوى العالم انا همسك الماك ادرس ده اقسمه بالنص. النص الاولاني هنسميه او يو اي اورجانيزيشنال يونيك ايدنتيفاير. تمام، والنص الثاني ده بنسميه فيندور اساين. بنسميه ايه؟ فيندور اساين. ايه الفرق بقى؟ بصوا الاسم الاولاني كل اورجانيزيشن هيبقى لها يونيك اي دي، اورجانيزيشنال يونيك اي دي. كل اورجانيزيشن يعني كل مصنع بيطلع عندي كروت هياخد جزء ثابت، هيبقى له الجزء ده كده ايه؟ ثابت على مستوى المصنع، والمصنع بقى هو اللي يطلع السريالات دي. ده بنشبهه بالسريال. تمام، يبقى كل مصنع هيبقى له او يو اي خاص بيه ثابت، والمصنع تاني هو اللي هيطلع ايه؟ جزء السريالات. انتوا عارفين ده معناه انه هيطلع كام كارت؟ هيطلع رقم ضخم جدا على فكره. هو دلوقتي الفيندور اسايند كام بت؟ الفيندور اسايند جزئيه الفيندور اسايند كام بت؟ 24 بت. يعني ده انا لو لعبت في كل احتمالاته هيديني 2 أس 24 ميك. هيديني كام؟ 2 تاني. حاضر، لما يبقى عندك عدد بيتس معين، تعالى اكتب لك احسن. هفترض دلوقتي ان انت عندك 2 بت اكس اكس، ده احتمالاتها كام؟ ممكن يبقى 0 ايه 0 0، وممكن يبقى 1. نمسكهم بالترتيب احسن، 0 1 1 0 1 1. عشان ما تتوهيش وما تنسيش اي احتمال، بنبدا العمود الاولاني نكتب 0 1 0 1، العمود الثاني 0 1 0 1. دول كام بت؟ كام بت؟ 2 بت. ادوني كام احتمال؟ جه منين الرقم ده؟ 2 أس عدد البت. 2 أس 2 فعلا بكام؟ ب4. طب بصي كده، لو انا كنت زودت دلوقتي عدد البت ده هيديني هنا كام؟ 0. عملت كفايه دلوقتي
واحد صفر. تعالى انا عكست ازود من هنا افضل بدل ما اعكس. تمام ده يديني ده الصفر. تمام وبعد كده اربع وحايد واحد 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 ودول هيدوني هنا كام؟ صفرين واحدين وده هيديني هنا صفر واحد صفر واحد. دايما صفر واحد صفر واحد اول عمود، صفرين واحدين تاني عمود، اربع اصفار اربع واحد تالت عمود، تمن اصفار تمن وحايد انسون عشان تضمني انك ما نسيتيش ولا حاجه. تمام ده اداني كام اي بي آه سوري كام احتمال هنا؟ تمام جم منين؟ بالظبط. يبقى انا لما كنت اكلمك دلوقتي عن الجزئيه بتاعه الفنتور اسايند عباره عن قد ايه؟ 24 بت، يبقى هيديني 2 اس 24 ماك ادرس. رقم ضخم على فكره مش قليل صح؟ تمام. طيب افرض دلوقتي ان انا عندي مصنع، المصنع ده مصنع كبير شويه وعمال يطلع في مكات يطلع في مكات لدرجه ان ال 2 اس 24 خلص، يعمل ايه؟ يروح للاي تريبل اي يشتري منها او يو اي جديده، كل او يو اي هيشتريها هيديله قصادها 2 اس 24 احتمال 2 اس 24 ميجا. رقم ضخم ولا لا؟ صح. وتاني الماك ادرس المفروض انه بيبقى رقم يونيك على مستوى العالم. تمام. طب بصوا بقى، انتوا عارفين الجماعه الصينيين بيبقوا قاعدين تحت بير السلم كده بيصنعوا كروت شبكه، تلاقي واحد قاعد يتسلى كده عمال له 10 كروت كده ولا حاجه، كلهم ليهم نفس الميك، كلهم ايه؟ ليهم نفس الميك. انا حظي بقى المنيل رحت اشتري شويه كروت، اشتريت شويه كروت من ايه؟ من الصيني دي اللي هو حاطه كده على بعض ليهم نفس الميك، وجيت اوصلهم في الشبكه بتاعتي. في هند الماك ادرس لازم يبقى رقم يونيك على مستوى اللان مش الميك مش الويب. بمعنى ممكن يبقى عندي هنا جهاز هنا في الشركه ليه ماك معين وعندي في البيت جهاز ليه نفس الماك، مش هيعملوا كونفليكت مع بعض. تمام. انما جوه اللان ما ينفعش. لو جهازين ليهم نفس الاي بي، لو جهازين ليهم نفس الاي بي، الجهاز الاولاني اللي اخذ الاي بي هيطلع شبكه، الجهاز الثاني اللي اخذ نفس الاي بي هيطلع مش شبكه. لكن لو جهازين ليهم نفس الماك الاثنين بيسقطوا شبكه، الاثنين بيروحوا. ثاني لو جهازين ليهم نفس الاي بي، الاولاني اللي اخذ الاي بي هيدخل عادي، الثاني مش هيدخل، يبقى في واحد هيطلع. انما لو الجهازين ليهم نفس الماك الاثنين كده هيروحوا. الاثنين ايه؟ على جهاز واحد على جهازين؟ اه كل جهاز من الاجهزه دي ليها ايه؟ اي بي وماك. وبالمناسبه سؤال مش عايزه اجابته دلوقتي، هاخد منكم اجابته باذن الله في اول يوم في السمستر الثاني، انتوا ساعتها هتكونوا وصلتوا لمرحله انتوا اللي جاوبوا بنفسكم. ليه جهاز الكمبيوتر ليه نوعين من الادريسنج؟ اي بي وماك. مش كان كفايه اي بي؟ مش كان كفايه ماك؟ كل واحده فيكم دلوقتي ليها ايميل واحد ولا اثنين؟ واحد صح؟ انا لما احب اكونتاكت مع حد فيكم بايميل تمام؟ ولا ايميلين وفي الاخر يسمعوا على انبوكس واحد مثلا؟ هو ايميل واحد اللي انا ببعت عليه. نفس الكلام ليه جهاز الكمبيوتر ليه نوعين من الادريسنج؟ ما كان كفايه اي بي بس وخلاص؟ ما كان كفايه ماك؟ ده حتى الماك رقم يونيك على مستوى العالم، ما كنا نشتغل بالماك. تمام؟ ايه الاجابه مش عايزاها دلوقتي؟ الحته اللي قبلها انا نسيت، انا كنت بتاعت جهازين لو جهازين ليهم نفس الاي بي، جيت على الجهازين هنا اديت لهم نفس الاي بي، الجهاز الاولاني اللي اخذ الاي بي ده هيدخل شبكه، الجهاز الثاني اللي اخذ نفس الاي بي اللي حطيت عليه نفس الاي بي ده هيطلع من الشبكه. معنى كده ان الاي بي مش يونيك. هو المفروض يكون يونيك. المفروض ده غلطه. كل اللي انا عملت حاجه زي دي غلطه انا وقعت فيها. تمام؟ والجهازين برضه المفروض يكون لهم عليهم ايه؟ يونيك ماك. انما ممكن زي ما بقول لك صدفه انا طلعت بايه؟ بكارتين مالهمش نفس الماك. وضحت كده؟ تمام. ساعتها انا كادمن وقعت في سيناريو زي ده اهو، عندي شويه كروت ليهم نفس الماك، اعمل ايه؟ ممكن ساعتها ان انا اغير الماك ادرس. ممكن ايه؟ انا مش هكحت الكارت واغير عليكم في الماك. امال في برامج اساسا بتغير لي كومه الماك كسوفت وير مش كهاردوير. في برامج ايه؟ بتغير كومه الماك. او حتى من البروبرتيز بتاعت كارت الشبكه. كروت الشبكه الجديده كلها اساسا بتسمح لي ده. من سنين يعني. ازاي؟ لو جيت انا دلوقتي هنا على كليك يمين على كارت الشبكه اوبن نتورك اند شيرنج سنتر تمام؟ وجيت هنا دلوقتي كده على كارت الاثرنت كليك يمين بروبرتيز، انا ماليش دعوه بالليسته دي دلوقتي خالص، انا اللي انترستد فيه ان الكارت بتاعي تبع شركه ريلتك.
لو قلت له كونفيجر ودخلت على ادفانسد، بالمناسبه الشاشه اللي قدامي دي مش ثابته، يعني كل كارت شبكه وليها شكل خاص بيه، يعني ممكن واحده فيكم تيجي تجرب الكلام ده تلاقي الشكل ايه مختلف شويه عنها عندها. دوروا لي هنا على حاجه تدل ان ده الماك ادرس. انا عندي مثلا على اللاب بتاعي نتورك ادرس، تيجوا هنا تحطوا علامه صح وتحطوا هنا قيمه الماك، اي ماك بس بحيث ايه يكون يونيك، ما ينفعش ان الجهازين ليهم نفس الماك. ده في حاله اذا كان عندي جهازين في البيت او جهازين سوري في الشبكه بتاعتي ليهم ايه نفس الماك، تعالوا على واحد فيهم وغيروا. ساعتها الداتا وهي طالعه من كارت من الجهاز اساسا الجهاز هيحط عليها ماك، تيجي تطلع على كارت الشبكه، كارت الشبكه هيلاقي اوريدي عليها ماك فمش هيحط الماك بتاعه. واضحه كده؟ يعني انا تقريبا في حياتي كلها ما افتكرش ان انا اضطريت ان انا احط قيمه الماك دي غير مره واحده بس، كان زمان يعني من سنين قبل ما يبقى عندنا خط لوحدنا يعني نت لوحدنا وراوتر لوحدنا كنا موصلين من واحد القرن تمام، كان جاي الشبكه يعني بيوزع الناس، فاحنا عندنا في البيت كذا كيس وكنا في البدايه واخدين منه او دافعين ثمن سلكه واحده بس خط واحد بس، فهو برضه عشان يضمن حقه ان انا ما اخدش السلكه دي منه وهو وصلها على سويتش ومن السويتش يوزع على الاجهزه اللي عندي في البيت كلها عشان يضمن حقه ربطها بالميك. ربطها بايه؟ بالميك. فكلمته معلش الله يكرمك بلاش بالميك، اربطها باي حاجه ثانيه لان ساعات السلكه دي بنقلها على كذا كيس تمام. ظبطها لي فعلا، جيت مره تقريبا ما سايبش الكونفجريشن على السيرفر بتاعه على المايكرو تيك بتاعه، كهرباء قطعت، جت تقوم لقيت ساعتها اكتشفت ان الماك الوحيد اللي بيطلع نت هو اللاب بتاعي بس، اي جهاز من الاجهزه بتاعه البيت ما بيطلعش نت، ما ربطني بالماك فصدفه لقط الماك بتاع مين؟ اللابتوب تمام. طب والحل؟ كنت انا بعمل ايه؟ كنت باخد قيمه الماك بتاعه اللاب، طالما انا كده كده مش عايزاه بقى تمام، انا هاخد السلك احطها في الجهاز بتاعي بس، واخد الماك بتاع اللاب واحطه على الجهاز بتاعي، ساعتها بطلع بيه نت. الجهاز اللي عايزه اطلعه نت اصلا كنت اخد الماك واحطه عليه تمام. طب واللاب هيعملوا كونفليكت؟ لا كده كده اللاب انا فصلته مش داخل في الشبكه دلوقتي. دي تقريبا المره الوحيده اللي اضطريت فيها في حياتي يعني. المشكله ان انا بحس مع الاي بي ده، كنت دايما اسمع لاي حد واخد الاي بي بتاعي معرفش. ده كان في واحد من واحد من الطلبه بتاع كان بيعمل حركه بقى من غير برامج نت كارد من غير اي حاجه، يروح عامل ايه؟ يدخل هنا على كارت الشبكه تي سي بي اوفر اي بي، هو كارت الشبكه من حقه ياخد كام اي بي؟ انليميتد. يدخل هنا يحط اي بي ويدخل على ادفانسد اد 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 اد، يروح حاطط ال 254 اي بي كلهم. اي حد يقوم هيعمل كونفليكت معايا، يبقى هو الوحيد اللي يتفرع تمام. ففي ناس دماغات بصراحه، ولا بقى ببرامج ولا مش عارفه ايه، بس مش عارفه جاله قلب ازاي يحط 254. انا كنت بعمل كده مره، بس انا بعمل ايه؟ بدور على يعني هو احنا كنا متواصلين مع بعض، فانا عارفه تقريبا معظم الاي بيهات اللي معايا في الشبكه، فلما الاقي حد واخد الاي بي بتاعي ادور على الاي بي تاني يكون حد تاني واخده او حد قافل او اي حاجه ادخل بيه وخلاص بقى هو وظيفه. اه ماشي اوكي، بس يعني ما تحطيش الكام الاي بي، لا ده كان بيحطهم كلهم في نفس الوقت. طيب لغايه دلوقتي في اي مشكله في الجزء ده؟ تمام. احنا شرحنا القصه دي كلها ليه بقى؟ لان اساسا السويتش بيشتغل بطريقه الماك ادرس الاول. صحيح، اعرف ازاي قيمه الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعي؟ في كذا طريقه. الطريقه الاولانيه زي ما قلت لكم هفتح كارت الشبكه تمام، زي مثلا كارت الواي فاي عايز اعرف قيمه الماك عليه كام، هاجي هنا تحت ديتيلز ادي قيمه الفيزيكال ادرس. احنا قلنا فيزيكال ادرس يعني ماك ادرس تمام. دي طريقة. الطريقة التانية لو انا جيت دلوقتي عملت كليك يمين على قائمة ستارت فتحت حاجة اسمها كوماند برومبت. ايه كوماند برومبت ده؟ ده نسخة كده من الدوس بتشتغل اندر ويندوز، نسخة كده من الدوس بتشتغل ايه؟ اندر ويندوز تمام. لو انا جيت هنا فتحت الكوماند برومبت او لو فتحت قائمة ران وكتبت هنا سي ام دي، هي هي سي ام دي اختصار كوماند تمام. انتر. في عندي امر اسمه اي بي كونفيج، امر اسمه ايه؟ اي بي كونفيج. اي بي كونفيج بيجيب لي الاي بيهات اللي موجوده على الكروت بتاعتي. على سبيل المثال الكارت اللي انا انترستد فيه دلوقتي اللي هو كارت الواي فاي، كارت الواي فاي تمام، جاب لي ان ايه؟ ان الاي بي بتاع كارت الواي فاي كذا تمام، وجاب لي حاجه اسمها سبنت ماسك وحاجه اسمها ديفولت جيت واي انا مش انترستد فيه دلوقتي. هناخد الكلام ده بالتفصيل قدام باذن الله. ممكن اقول له بقى اي بي كونفيج مسافة على قول، مسافة على ايه؟ قول. ايه الاوبشن بقى بتاع قول؟ هيجيب لي معلومات ازيد، هيجيب لي معلومات ازيد including واو.
تعالى نرجع تاني كده على كارت الواي فاي، ادي كارت الواي فاي اهو تمام. قال لي ان الاي بي بتاعي كذا، ومن ضمن الحاجات الزياده اللي جابها لي اللي انا اقدر استوعبها في المرحله دي ان الفيزيكال ادرس بتاعي كذا. يبقى اي بي كونفيج بيجيب لي الاي بي، اي بي كونفيج على اول بيجيب لي معلومات اسيا انكلودنج الفيزيكال ادرس او الماك ادرس تمام. في طريقه ثانيه كمان ممكن اقول له جيت ميك، بس انا مش بحب الطريقه دي الصراحه. جيت ميك، جيت ميك جاب لي كل الماكات بتاعه كل كروت الشبكه، بس رخامه الامر ده اني مش ببقى عارفه الماك ده ريليتد بانهي كارت. بيجيبها لي هنا بحاجه اسمها جي او اي دي، انا ما اعرفش جي او اي دي ده بتاع انهي كارت عندي تمام. المهم ده برضو طريقه بيجيب لي بيها ايه كل الماكات اللي موجوده عندي على كروت الشبكه تمام. دي الطريقه اللي انا بعرف بيها الماك. ايه علاقتها بقى بالسويتش؟ تعالوا نشوف كده السويتش بيشتغل ازاي. انا عندي سويتش وزي ما اتفقنا متوصل عليه مجموعه من الاجهزه اي بي سي دي، اي بي سي دي وده سويتش تمام. اول جزء من اجزاء الداتا هيوصل للسويتش. ايه جزء من اجزاء الداتا ده؟ الداتا لما بتوصل للسويتش بتتقطع، او الداتا سوري لما بتطلع من جهاز الكمبيوتر بتتقطع لملايين الاجزاء، ما بتطلعش كده على بعضيها حته واحده، ده بت ايه بتتقطع لملايين الاجزاء. كل جزء سامبلي النهارده هنسميه فريم، لغايه ما قدام نعرف ان ساعات بنسميه فريم، ساعات بنسميه باكيت، ساعات بنسميه سيجمنت. سامبلي دلوقتي هنسميه ايه؟ فريم. يبقى جهاز الايه عنده داتا عايز يبعتها، قطعها لملايين الفريم وبدا يبعتها لمين؟ السويتش. السويتش هيعمل ايه؟ اول فريم هيعمل لها فلاب على كل الانترفيس ما عدا الانترفيس اللي جات لي منه الداتا. اول فريم هيعمل لها ايه؟ فلاب على كل الانترفيس. فرق حاجه عن الهب لغايه دلوقتي؟ لا. بس الفرق بقى ان الهب زي الغبي كل مره بيبعت ايه؟ الداتا للكل تمام. انما السويتش دي اول فريم بس. وبعدين بعد كده هيبدا يبلد جوه الرامه بتاعته، يبني جوه الرامه بتاعته تيبل. التيبل ده اسمه ماك ادرس تيبل. هيبلد هيبني جوه الرامه بتاعته تيبل. التيبل ده اسمه ايه؟ ماك ادرس تيبل. الماك ادرس تيبل ده جوه ايه؟ علاقه ما بين اسم الانترفيس، هنخليها الاول ماك، واسم الانترفيس. ايه اسم الانترفيس ده بقى؟ سيسكو لما نيجي نتعامل معاها ان شاء الله هلاقي دايما ان كل بورت او كل انترفيس عليها بتدي لها اسم. مثلا الانترفيس الاولاني هتسميه اف 0 على 1، الثاني اف 0 على 2، اف 0 اوفر 3، اف 0 اوفر 4. الارقام دي والاف دي والكلام ده مش وقته خالص، اعرفوا لي بس دلوقتي مؤقتا ان كل بورت او كل انترفيس على السويتش بيبقى له ايه؟ اسم تمام. تعالوا نبص تاني على اول فريم. اول فريم جات لي منين؟ من ايه؟ يبدا السويتش كده يبص على الفريم اللي جات له ويحط هنا قيمه الماك بتاعه ايه، مش هيكتب كلمه ايه، هيكتب قيمه الماك بتاع ايه تمام. جات له من انهي انترفيس؟ بس 0 على 1، اف 0 على 1 تمام. اتعمل لها فلاب، وصلت للبي حصل لها دروب، وصلت للدي حصل لها دروب، وصلت للسي. السي بقى هيبدا يرد. السي هيبدا ايه؟ يرد على الايه بقى؟ مش اي داتا في الدنيا بتبقى رايحه جايه. انا باخد داتا شيرنج مثلا عجبت عمرو، هتبدا تديني الداتا اللي على كذا تمام. يبقى التيبل ده دلوقتي مين بقى السورس دلوقتي بعد ما السي بدا يرد؟ ها، ان الداتا جايه من السورس اللي هو السي، جاي من على البورت اللي هو اف 0 اوفر 3 تمام كده. يبقى تاني اول فريم السويتش هيستغلها عشان يبيلد تيبل. التيبل ده اسمه ايه؟ الماك ادرس تيبل. جواه علاقه ما بين الماك بتاع السورس وجاي الداتا دي من على بورت كام تمام. دي اول فريم. بعد كده بقيه الفريمز كلها، ملايين الفريمز اللي جايه بعدها هتوصل للسويتش من ايه؟ ايه هيبص عليها كده؟ انت عايزه تروح لمين؟ انا عايزه اروح للديستنيشن ماك اللي هو السي. سي ثانيه واحده، سي هو موجود عندي في التيبل؟ اه. مربوط على مين؟ فاست 0 على 3. يروح مطلع الداتا دايركت على فاست 0 على 3. يعني هو بيعمل ده الاول لحد ما يعرف الحاجات اللي في الشبكه، وبعد كده بيبعت كده يشتغل عليها تمام. يبقى تاني جهاز ايه؟ اول فريم بعتها السويتش، هيروح حاطط قيمه الماك بتاعتها في التيبل وجايه له من انهي بورت تمام، ويبعتها لكله
بعد كده دي هيدروب الداتا، دي هيدروب الداتا، سي هيبدا هو يرد. اول ما سي يبدا يرد بقى هو السورس اهو، يروح حاطط له قيمه هو كمان وجاي من انهي بورت. عارف كده ايه مربوط على مين، وعارف بي مربوط على مين. بقيه الداتا كلها اللي بتتنقل ما بينهم هيبقى عندها بوينت تو بوينت، فروم سورس تو ديستنيشن، صح؟ في هنت بقى، اخدتوا بالكم ان انا استنيت لغايه ما سي كان السورس وحطيت له قيمه، صح؟ ليه؟ اصل دايما التيبل بيتبني بالسورس بس مش بالديستنيشن. التيبل دايما بيتبني بايه؟ بالسورس مش بالديستنيشن. ليه بالسورس؟ لان السورس موجود، ده بيبعت شور موجود، انما الديستنيشن مش جايز انا ببعت داتا لجهاز مطفي، صح؟ انا دلوقتي جهاز ايه عايزه ابعت داتا الاف، جهاز اف، لو كان السويتش بتاعي زي الغبي حط هنا قيمه الايه وحط قيمه الاف، هو انا اصلا عندي هنا اف؟ لا، يبقى حطت قيمه غلط في التيبل بتاعي ولا لا؟ مش هعرفه مربوط على مين، تمام؟ فدايما التيبل بيتبني بمين؟ وكده كده ان شاء الله اللي قدامكم ده هيتشرح بالتفصيل الممل في السمستر الثاني. احنا عندنا سمستر كامل اصلا عن السويتشين، هنشوف ازاي السويتش هيبنيه وازاي انا اعمل له بيلد بايدي ونشوف شكله، والقصه دي كلها هنعملها بايدينا ان شاء الله. حد وقع كده في حاجه؟ تمام. يبقى تاني، ايه الفرق ما بين الهاب والسويتش؟ الهاب زي الغبي بيعمل ايه؟ فلاد على كل الانترفيس ما عدا الانترفيس اللي جات لي من الداتا، لكن السويتش بيعمل ايه؟ اول فريم بس بيعمل لها فلاج، لكن بقيه الفريمز كلها بيبعتها بوينت تو بوينت، بيبعتها ايه؟ بوينت تو بوينت. عشان كده السويتش بقى لو جيت دلوقتي اقول لكم التوبولوجي ده نوع ايه، الفيزيكال توبولوجي بتاعه شكله عامل ازاي قدام عينينا، ستار. واللوجيكال توبولوجي برضو ستار، بنقول عليه برضو point to point. point to point يعني بعد من ايه؟ من source to destination direct. انا عندي سؤال، يعني هو لما بيكون، لما هيكون الجدول بعد كده هيبعت point to point على طول خلاص؟ بالظبط، هو مش forever، مش forever. يعني لو للدقه بقى زي ما قلت لك الكلام ده احنا هنعمله قدام باذن الله. التيبل ده ليه قيمه بنسميها aging time، مش بيفضل forever. ليه؟ اي سويتش في الدنيا بيبقى ليه طاقه تخزينيه معينه، في سويتش بتحمل 6000 ميج 10000 ميج، ما انا كل يوم الثاني اكيده بتتشال واكيده بتتحط. فلو كان التيبل ده القيم اللي جواه مبنيه على طول، هيجي لحظه معينه وهيتملي على الاخر ومش هيقدر يستحمل، صح؟ فاي قيمه بتفضل فيه باي ديفولت لمده 300 ثانيه اللي هو 5 دقائق، مجرد ما تصغر يبدا السويتش عداد كده يعني 300 298 298. جات لي فريم تاني رست التايمر ده من اول، لان طالما جات لي فريم يبقى الجهاز ده لايف موجود. انما لو الجهاز ده بطل يبعت التايمر ده هيفضل ينزل ينزل ينزل، اول ما يوصل للصفر السويتش هيفكر الراجل ده بقى له فتره ما بعتش، يمسح القيمه بتاعته من التيبل. ده اللي بتوقع، واضحه؟ تمام. طيب ساعات برضو بنسمي التوبولوجي ده مش ايه، مش دي هناخدها النهارده في اخر اليوم ان شاء الله، تمام؟ في اي مشكله لغايه دلوقتي هنا؟ تمام. انا لسه برضو في الستارت بولش. في الستارت بولش بقى في مصطلحين يهموني جدا ان انتوا تكونوا عارفينهم. المصطلح الاولاني اسمه برودكاست دومين، والمصطلح الثاني اسمه كوليجن دومين. عايز اعرف في عندي كام برودكاست دومين؟ هاب، وعايز اعرف فيه كام برودكاست دومين؟ فور سويتش. ونفس الكلام عايز اعرف فيه عندي كام كوليجن دومين؟ فور هاب وفور سويتش. نمسك بقى كلمه كلمه ونشرحها بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اشرح فيه عندي كام برودكاست دومين، انا عايزه افهم اصلا يعني ايه كلمه برودكاست. كلمة برودكاست نفسها معناها ايه؟ في عندي مصطلح برضو اسمه ادرس جروبينج، في منه ثلاث انواع، يونيكاست مولتي كاست برودكاست. تاني، ادرس جروبينج معناها مين بيبعت لمين، سورس مين بيبعت لديستنيشن مين. اول نوع يونيكاست ده معناه جهاز واحد بس بيبعت لجهاز واحد بس، جهاز واحد بس بيبعت داتا لمين؟ لجهاز واحد بس.
برودكاست معناه جهاز بيبعت داتا لكل الاجهزه. جهاز بيبعت ايه؟ داتا لكل الاجهزه. زي مثلا انا دلوقتي وانا مشغله الديسك توب بتاعي وصل منين عندكم؟ كلكم. واي جهاز دلوقتي هيقوم هيدخل معايا. يبقى جهازي مش بيبعت باكت للجهاز ده وباكت للجهاز ده وباكت للجهاز ده، لا ده بيبعت ايه؟ لكل مره واحده. تمام؟ مونتي كاست بقى، كلمه مونتي كاست دي فعلا حرفيا تكنولوجيا مكسره العالم وليها كميه ابلكيشن كتيره جدا. تعالوا ناخد شويه اكزامبلز بسيطه عنها، انا لو قعدت اتكلم عنها من النهارده لبكره مش هكفيها حقها. تمام؟ مونتي كاست معناه جهاز بيبعت داتا لمجموعه معينه من الاجهزه. لمجموعه ايه؟ معينه، مش للكل، لمجموعه ايه؟ معينه. زي مين؟ فاكرين الفيديو كونفرنس؟ الفيديو كونفرنس كنا قلنا الفكره بتاعته عباره عن ايه؟ ان انا مثلا عايزه اعمل ميتنج ما بيني وما بين الناس. انا دلوقتي شغاله في شركه وانا المدير العام وعايزه اعمل ميتنج ما بيني وما بين رؤساء الاقسام. اقوم ابعت الميتنج ده برودكاست يوصل لكل اجهزه الموظفين، ولا ابعته مونتي كاست عشان بس يوصل للاجهزه بتاعت رؤساء الاقسام بس؟ صح؟ يبقى تاني يوني كاست معناه من جهاز لجهاز، مونتي كاست من جهاز لمجموعه معينه من الاجهزه، برودكاست من جهاز للكل. تمام؟ تعالى اديكوا ابلكيشن كمان على المونتي كاست عشان بس تحسوا باهميته. انا هفترض مثلا سيناريو بعد الشهر، بعد الشهر جيت الصبح مثلا لقيت كل الاجهزه دي قامت مسقطه ويبس كلها. تمام؟ في قدامي كذا حل عشان ابدا ان انا انزل ويبس. الحل الصعب اللي انا يستحيل ان انا افكر فيه ان انا اجيب اسطوانه على الويندوز وابدا ان انا الف على الاجهزه جهاز جهاز وانزل الويبس. والداتا بعد كده بقى والبرامج واسطب والتعريفات والقصه دي. لا زينا كده انا قدامي 3 4 ايام عشان اخلص. تمام؟ السيناريو الثاني الافضل شويه، انا ممكن اجيب فلاشه بوتابل، فلاشه احط عليها نص الويندوز واحولها لحاجه اسمها بوتابل. بوتابل يعني اقدر انزل من عليها الويندوز. والفلاشه دي مثلا فلاشتين بوتابل ولا حاجه عليهم الويندوز، وفلاشتين كمان واحده عليها واحده عليها البرامج واحده عليها التعريفات. يعني ممكن مثلا في خلال 6 7 ساعات اكون مخلصه البيت. ما انا شغاله ايه؟ على كذا واحد في نفس الوقت. تمام؟ ده بينزل على ما يخلص اكون عملت اللي جنبيه، وده اعرف عليه وده مش عارفه ايه، 6 7 ساعات اكون مفنشه. تمام؟ السيناريو الاحسن بقى بالنسبه لي ان انا ممكن اجي على جهاز كمبيوتر زي اللي قدامي ده واحوله لحاجه اسمها دبليو دي اس. احوله لحاجه اسمها ايه؟ دبليو WDS Windows Deployment Server. ده عباره عن ايه؟ جهاز كمبيوتر عليه ويندوز سيرفر. جهاز كمبيوتر عليه ايه؟ ويندوز سيرفر. وهعمل عليه شويه شغل خفيف كده واحط عليه نسخه الويندوز بتاعتي. تمام؟ واروح كده بقى على الاجهزه كلها. افترض ده متوصلين كلهم عن طريق سويتش اهو، كل الاجهزه اللي تحت دي عايزه انزل عليها الويندوز، متوصلين كلهم على نفس السويتش. السلكه اللي فوق دي كده معناها ده مش بس، ده مش بس. لما بنرسم المنظر ده كده يبقى ده بنسميه ايثرنت سيجمنت. يبقى ده عباره عن ايه؟ سويتش والاجهزه كلها متوصله ببعضها. تمام؟ فالاجهزه عندي ايه؟ بي سي دي اي. طيب الادانه ونكمل ماشي. قلنا تاني عندي مجموعه من الاجهزه اي بي سي دي اي. تمام؟ والمفروض دلوقتي ان انا هاجي على كل الاجهزه اللي تحت دي، هدخل على الشاشه الزرقاء اللي في الاول. جربتوا تنزلوا ويندوز قبل كده؟ بتلاقوا الشاشه كده زرقاء في الاول، بتختاروا منها الفيرست بوت ديفايس. عايزين تبودوا من كارت الشبكه، من السي دي هاي، عايزين تبودوا من هارد. هتلاقي من ضمن الاوبشنز اللي انتم ممكن تبودوا من كارت الشبكه. تمام؟ ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هاجي على الاجهزه كلها ابوت من كارت الشبكه، الجهاز ده هيروح للدبليو دي اس سيرفر، يبدا يعمل داونلود لنسخه الويندوز اللي عليه. يبدأ يعمل ايه؟ داونلود لنسخة الويندوز اللي عليه. تمام؟ هيظهر قدامه كده برومبت كده يقول له قدامك مثلا ربع ساعة عشان نسخة الويندوز تنزل. يجي اليوزر بي، يبدأ هو كمان يكونتاكت على الدبليو تي اس سيرفر، هلاقي البرومبت زاد على الاثنين يقول لهم قدامكم نص ساعة عشان الويندوز ينزل. على ما اوصل للجهاز مثلا السابع ولا الثامن هلاقي البرومبت زاد على الأجهزة كلها يقول لهم قدامكم 10 ساعات لغاية ما الويندوز ينزل. ده ايه وجع القلب ده؟ صح؟ ليه؟ لان الجهاز دلوقتي، لان الجهاز دلوقتي مطلوب منه ايه؟ طب هنشتغل عليه. تمام؟ قلنا تاني على ما اوصل للجهاز مثلا السابع ولا الثامن هلاقي التايمر زاد لكام؟ 10 ساعات. ليه؟
لان جهاز ال دبليو دي اس دلوقتي مطلوب منه ان كل باكيت يعمل لها جنريت كم مره بعدد الاكياس، هيعمل لها جنريت ويبعتها لده، ويرجع يعمل لها جنريت ويبعتها لده، ويعمل لها جنريت ويبعتها لده. يبقى هو كده بيتعامل بطريقه اليونيكاست، هو كده بيتعامل ايه بطريقه اليونيكاست، وده اللي كان موجود ايام ويندوز سيرفر 2003. ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 دخلوا تكنولوجيا المالتي كاست في الدبليو دي اس. يعني ايه اللي يحصل؟ انك دلوقتي انا ممكن وانا بظبط الكلام ده اقول للدبليو دي اس ما تبداش انك تعمل بوش للنسخه الا لما عدد الاجهزه يوصل مثلا ل 100 جهاز. ما تبداش تعمل بوش للنسخه بتاعتك الا بعد ما عدد الاجهزه يوصل لكام؟ 100 جهاز. اول ما الف على ال 100 جهاز واخليهم يبوتوا من كارت الشبكه، ده كده هيبقى حافز للدبليو دي اس انه يبدا يعمل بوش للنسخه بتاعته. هيبعتها كم مره؟ مره واحده. تروح مسمعه عليهم كلهم باكت واحده، تسمع عليهم كلهم. يعني من الاخر في خلال ربع ساعه تكون نسخه الويندوز نزلت عندي على 100 جهاز مره واحده. ده من ضمن التطبيقات بتاعه المالتي كاست. هو ده جهاز، هو ده جهاز معين؟ لا لا، جهاز زي ده تاني، جهاز كمبيوتر بس بنزل عليه ويندوز سيرفر مش ويندوز عادي، وبحوله لحاجه اسمها دبليو دي اس. شوف ما هيبقى على فكره، تمام؟ وبحوله لحاجه اسمها دبليو دي اس، يبدا يفرض النسخه على الاجهزه كلها. وممكن كمان تعملي تظبطي النسخه، تحطي عليها تعريفات معينه وبرامج معينه، بحيث ان هي لما تتفرد على كده تنزل بقى بتعريفاتها بسلطاتها بابا غنوكها بالكلام ده كله. شفتوا كلمه مالتي كاست قد ايه تكنولوجي كويسه؟ طول ما احنا ماشيين هناخد لها شويه اكزامبلز باذن الله، بس حرفيا تكنولوجي مكسره العالم. اقول لكم اكزامبل كمان، يلا الناس اللي بتشترك في اسمها ايه، بتبقى المحطات اللي بتبقى قنوات المتشفره والكلام ده، تمام؟ القنوات المتشفره بتبقى موجوده على سيرفر، السيرفر ده هيبعت الاذاعه البث بتاعه لكل الناس ولا الناس اللي دفعت الاشتراك؟ دفعت اشتراك. يبقى بيبعت لمين؟ ناس معين مونتاجات. حد فاهمني كده في حاجه؟ تعالوا نشوف بقى ايه الكلام ده مقارنه باللي انا قلته هنا. تاني يونيكاست معناه من جهاز للتاني، مونتاجات من جهاز لمجموعه معينه من الاجهزه، برودكاست لكل. عايز اعرف دلوقتي بالنسبه للهاب في كام برودكاست دومين؟ يعني انا دلوقتي لو عندي هنا هاب وعندي هنا مجموعه من الاجهزه، ادي كاز، ادي كاز الثاني الثالث الرابع، وانا عندي هنا هاب اي بي سي دي، تمام؟ لو ايه بعد برودكاست الداتا هتوصل لمين في حاله الهب؟ كل الاجهزه، صح؟ يبقى عندي كام برودكاست دومين؟ بمعنى انا دلوقتي بتكلم، مين فيكم سامعني؟ كل اللي قاعدين، صح؟ يبقى احنا كلنا في نطاق واحد مسمعين على بعض، اي حد فيكم هيتكلم كلنا هنسمعه. يبقى فاحنا يبقى احنا دلوقتي في كام نطاق، في كام دومين؟ واحد بس. يبقى فور هب في عندي كام برودكاست دومين؟ واحد بس، تمام؟ طب افرضوا دلوقتي ان ده مش هب، افرضوا دلوقتي ان ده كان سويتش. افترض دلوقتي ان ده ايه؟ سويتش. ايه لو بعد برودكاست مين اللي هيستلمه؟ الديستنيشن. تاني خدوا بالكم من الكلمه اللي انا قلتها، ايه لو بعد برودكاست؟ الكل، لان انا متعمده ان ابعت ايه؟ برودكاست، وكلمه برودكاست اساسا معناها داتا توصل للكل، صح؟ زي احنا متوصلين دلوقتي السويتش، انا دلوقتي مش البرنامج اللي انا بشير بيه الديسك توب ده ايه؟ برودكاست. الديسك توب ظاهر عندكم كله، تمام؟ يبقى تاني فور سويتش في عندي كام برودكاست دومين؟ واحد بس، تمام؟ طيب ده لو هاب، ايه ممكن يعمل كوليشن مع مين؟ مع كل. ايه ممكن يعمل كوليشن مع بين؟ بي ممكن يعمل كوليجن مع دي، ممكن كلهم يعملوا كوليجن مع بعض في نفس الوقت. انا دلوقتي احنا هنا في لاب واحد، تمام؟ وقلت لكم يا جماعه كل واحد عنده كلمه عايز يتكلمها ويقول ويعلي صوته براحته. انا عماله اتكلم ومره بتتكلم مش كلنا بنتكلم، تمام؟ كلنا الداتا بتاعتنا صوتنا واصل لبعضنا والدنيا متلخبطه ولا لا؟ يبقى في كام كوليجن دومين؟ عشان تفهموا كلمه دومين تفهموها ان ده النطاق اللي الداتا هتسمع فيه، تمام؟ انا لو اتكلمت كلنا بنتكلم في نفس الوقت، بس انا ممكن اخبط فيكم وانتوا تخبطوا فيا، يبقى احنا واقعين في كام دومين؟ برضو واحد بس، تمام؟ يبقى فور هاب في عندي كام؟ واحد، تمام؟
طب فور سويتش بقى، فور سويتش، السويتش ما فيهوش كوليجن اساسا. السويتش ايه؟ ما فيهوش كوليجن باي ديفولت. يعني ايه باي ديفولت؟ عشان الكلمه دي هنحتاجها كتير جدا قدام. كلمه باي ديفولت يعني الافتراضي، يعني انا لسه مطلعه السويتش من علبته وابدا ان انا اشغله، تمام؟ فما بيعمليش ايه؟ كوليجن. مش هيعمل لي ايه؟ كوليجن. لكن في ممكن غلطه انا اقع فيها، هناخدها ابتداء من المره دي ان شاء الله، وقدام جدا هنبقى نعملها بايدينا. في غلطه انا كادمن ممكن اقع فيها، اتسبب في حدوث كوليجن على السويتش بتاعي. يبقى السويتش باي ديفولت ما فيهوش ايه؟ كوليجن. لكن ممكن انا اقع في غلطه اتسبب في كوليجن فيه، تمام؟ ايه الغلطه دي؟ مش وقتها دلوقتي. ليه بقى السويتش ما فيهوش كوليجن؟ قال لك اصل السويتش ده اول ما ببدا اشغله بيقطع جزء من الميموري بتاعته كبفر، جزء من الرامه بتاعته يحط فيه الداتا كايه؟ بفر. بفر يعني ايه؟ مخزن. بفر يعني ايه؟ مخزن. فانا هفترض دلوقتي ان ايه وبي كانوا عايزين يبعتوا الداتا، ايه وبي كانوا عايزين يبعتوا الداتا. الهب الغبي كان بياخد الداتا وفلاب في كل حاجه، انما السويتش بقى هيعمل ايه؟ هياخد الداتا من ايه وبي يحطها في البفر، وبعد كده ياخد واحده واحده يبعتها للسي. ياخد ايه؟ واحده واحده يبعتها للسي. يبقى السويتش كده باي ديفولت في كوليجن؟ لا. يبقى في كام كوليجن دومين؟ نفرق ما بين كلمه كوليجن، هو ما عندوش كوليجن، ونفرق ما بين كلمه كوليجن دومين. بمعنى ايه؟ دلوقتي ممكن يعمل كوليجن مع مين؟ مش مع حد، صح؟ فبقول عليه ان هو في دومين كده لوحده مع نفسه، عمال يتكلم مع نفسه، لا بيضايق حد ولا بيحد بيضايق. بي ممكن يعمل كوليجن مع مين؟ مش مع حد، مع نفسه كده، الراجل ده مع نفسه، ده مع نفسه، ده مع نفسه. كأن انا قلت لكم كل واحدة من حقها فيكم تتكلم، بس تحط ايدها على بقها كده وما تسمعش صوتها لحد تاني. يبقى كل واحد محتفظ بالمكان اللي هو فيه بس. يبقى في كام كوليجن دومين؟ أربعة، صح؟ لو هنتكلم بقى in general number of interface، عدد ايه؟ ال interface. حد تاني مني لغايه دلوقتي؟ تمام. بناء بقى على الكلمتين دول، اول تاسك اهي هشرحها، هشرح طريقه فكرتها يعني، وهوقف الفيديو واسيبكم دقيقتين تفكروا، وبعد كده نناقش فيها مع بعض. اتفقنا؟ هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا هاب، سوري انا اسفه، راوتر. الراوتر ده متوصل الناحيه دي بهاب، والناحيه دي مثلا بسويتش، والدنيا دي كلها متوصله على اجهزه كمبيوتر. يبقى تاني ده راوتر، ده هاب مثلا سويتش whatever، اي بي سي دي اي اف جي اتش. الشبكه اللي قدامكم دي عايزه اعرف فيها كام برودكاست دومين، وعايزه اعرف فيها كام كوليجن دومين. بس بعد ما اقول الكلمتين دول، ايه الراوتر ده؟ عشان ما جبناش سيرته قبل كده خالص. الراوتر ده جهاز وظيفته ربط شبكات مختلفه، جهاز وظيفته ربط شبكات مختلفة. لسه هناخده انتي تنزل قوي قوي قدام بإذن الله. يعني ايه شبكات مختلفة؟ انا دلوقتي هنا فلان عايز اطلع على الانترنت، انا فلان وعايز اطلع على مين؟ الانترنت. دي شبكة ودي شبكة، يبقى انا هحتاج ايه عشان اطلع على الانترنت؟ راوتر. الراوتر ما بيعديش البرودكاست بالعقل، الراوتر اللي عندي بره ده هيوصلني بمين؟ بالانترنت، صح؟ لو كان الراوتر بيعدي البرودكاست كنت انا مجرد ما اشير الديسك توب بتاعي، الديسك توب بتاعي ده هيوصل لمين؟ كذا بس لعالم كله. ما هو الراوتر رابطني بمين؟ بالانترنت. يبقى لو كنت ساعتها الراوتر استغبى وعدى البرودكاست، مجرد ما اشير الديسك توب بتاعي الديسك توب ده هيوصل لمين؟ للعالم كله. ده مش منطقي. يبقى الراوتر ما بيعديش البرودكاست، والراوتر ما بيعديش الكوليجن. لو حصل كوليجن في ناحيه منهم مثلا هنا ناحيه الهب دي، بس اللي هيحصل فيها كوليجن، مش هيعديها للناحيه الثانيه. تمام؟ بناء على الكلمتين دول، قدامكم دلوقتي دقيقتين او ثلاث دقائق تفكروا الشبكه اللي قدامكم دي فيها كام برودكاست دومين وفيها كام كوليجن دومين. تمام؟ لو هنتكلم الاول على البرودكاست، ايه لو بعد برودكاست؟ البرودكاست هيوصل لمين؟ للبي وللسي وللدي وللراوتر، بس الراوتر مش هيعدي الناحيه الثانيه. اتفقنا ان الراوتر ما بيعديش البرودكاست، يبقى دي واحد اهو.
تمام. ايه لو بعد بروكست؟ البروكست هيوصل لمين؟ اف وجي واتش والراوتر، بس الراوتر مش هيعدي الناحيه التانيه، قلنا الراوتر ما بيعديش البروكست. يعني من الاخر انا جيت على ايه وشيرت الديسكتوب، مين اللي هيشوف الديسكتوب بتاعي؟ بي وسي ودي الناحيه التانيه. لو انا جيت على الاي وشيرت الديسكتوب، مين اللي هيشوف الديسكتوب بتاعي؟ اف وجي واتش. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي كام برودكاست دومين؟ اتنين. طب بالنسبه للكوليجن، مش احنا قايلين ان الهب كله على بعضه في كوليجن دومين واحد بس؟ ادي واحد. طب والسويتش عدد الانترفيس؟ ادي واحد، التاني، التالت، الرابع، وفي خامس اهو، صح؟ يبقى دي خمسه ناحيه السويتش وواحد ناحيه الهب، يبقى كده كام؟ سته. وضحت؟ تمام. التاسك الثانية، ده كده بح. تمام. والاثنين متوصلين ببعض دايركت كونكتد، سويتش والهب. برضه هوقف الفيديو، تقولوا لي فيه هنا برضه كام برودكاست دومين وكام كوليجن دومين. يلا نشرح بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. البرودكاست كلكم جبتوها صح. ايه لو بعد برودكاست هيوصل لمين؟ لبي وسي ودي واي واف وجي واتش. ما عنديش المره دي راوتر يعمل لي سيجمنتيشن زي المره اللي فاتت، ففعلا في عندي هنا كام بروكاست دومين؟ واحد. الكوليجن بقى، الهب كله على بعضه في كوليجن دومين. طب والسويتش عدد الانترفيس؟ ادي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، صح؟ بس في حته بقى انتم ما اخدتوش بالكم منها، ايه هي؟ بصوا كده، البورت ده اصلا على سويتش كونكتد بمين؟ بالهب. مشارك معايا في المشكله بتاعه الكوليجن. بمعنى تعالوا ناخد اكزامبل كده عشان تتاكدوا من كلامي. هفترض دلوقتي ان ايه كان عايز يبعت الداتا للدي، وايه في نفس الوقت عايز يبعت الداتا لمين؟ للدي. الهب الغبي هياخد الداتا من البورت بتاع السويتش وياخد الداتا من البورت اللي هو بتاع الايه ويبعتهم الاثنين في نفس الوقت. معنى كده ان البورت ده على السويتش فعلا مشارك معايا في نفس المشكله بتاعه الكوليجن ولا لا؟ يبقى في عندي كام برود، كام كوليجن؟ خمسه. يبقى برودكاست واحد وكوليجن خمسه. في اي مشكله في الجزء ده؟ كده خلصنا الستارت كويس. تمام. ندخل بقى في التوبولوجي اللي بعدين. التوبولوجي اللي بعدين برضو خلاص انقرض، ما بقاش ليه وجود خالص، اللي هو الرينج توبولوجي. الرينج توبولوجي اساسا فيه نوعين، في نوع منه اسمه شبكات الفيدي، وفي نوع تاني اسمه التوكن رينج. تمام. نمسك واحد واحد. الفيدي ده معناه ان الاجهزه بتاعتي هتتوصل بالمنظر ده، ادي A B C D، وتوصلين ببعض كده، ده دي تاني E P C D. وبالتالي ايه لو عايز يبعت داتا للسي؟ الداتا هتمشي ازاي؟ هتمشي كده. يعني معنى كده ان هي غصب عني في طريقة عدت على البي، بس خلاص طالما وصلت للسي بتقف ما بتكملش، على عكس الباص. الباص كانت الداتا بتوصل للكل، ان انا هنا بتعدي على شويه في طريق، انما طالما وصلت التارجت بتاعها بتقف ما بتكملش. تمام. يعني معنى كده ان الفيزيكال توبولوجي هنا، هنتكلم هنا بس كده براحه شويه. لو هنتكلم هنا عن الفيزيكال توبولوجي هيبقى نوعه ايه، واللوجيكال توبولوجي هيبقى نوعه ايه؟ ايه رايكم؟ الفيزيكال شكله قدام عينيا عامل ازاي؟ رينج. وطريقه شغله برضو رينج. يعني ايه رينج؟ رينج معناه ان الداتا تاني عشان توصل للديستنيشن في حبه كده في طريقها هتعدي عليه. تمام. طيب التوكن رينج بقى، التوكن رينج ده فكرته ايه؟ ان كان زمان كده اخترعوا جهاز اسمه ماو. اخترعوا جهاز اسمه ايه؟ ماو. تمام. والاجهزه بتاعتي كانت بتبقى متوصله عليه بالمنظر ده، ادي واحد، الثاني، الثالث، الرابع، ادي اي بي سي دي. يبقى وانا مغمضه قبل ما اكمل، الفيزيكال توبولوجي
شكله قدام عليا عامل ازاي؟ طار صح؟ ورغم كده بيعتبروه رينج. يبقى فوره يا جماعه تعالوا نشوف بيشتغل ازاي ونشوف فعلا يستاهل يبقى رجل ولا لا. تمام. طريقه شغل التوبولوجي ده ان جهاز الماو ده اول ما اخترعوه كان بالنسبه لهم طفره. على فكره الجهاز ده اول ما عملوه كان سرعته الباندويث بتاعه السرعه بتاعته قدروا يوصلوا الداتا بتاعته ل 40 ميجا بت بير سكند. ايه هو ده الرقم كبير؟ كان بالنسبه لهم كده. ما هو الباس توبولوجي اول واحد اتكلمنا عنه خالص الباندويث بتاعه 10 ميجا بت بير سكند. 10 ايه؟ ميجا بت بير سكند. انما ده 40. طبعا 40 مقارنه باللي احنا وصلنا له دلوقتي ده لعب عيال. ده انا الشبكه اللي قدامي البسيطه دي سرعه نقل الداتا فيها 100 ميجا بت بير سكند. تمام؟ هي اخر سرعات وصلوا لها كام؟ في اللان وصلوا سرعات 10 جيج 20 جيج 40 جيج 100 جيج. اخر حاجه اخر سرعات وصلنا لها في اللان 100 جيج مش جيج. فلما اتكلم بعد كده واقول 40 ميجا ميجا ميجا. تمام؟ بس زي ما قلت لكم ده بالنسبه لهم ساعتها كان طفره جامده قوي. فالمهم تاني جهاز ايه هفترض ان هو عايز يبعت داتا للسي. الماو ده كان طريقه شغله عامله ازاي؟ ان الجهاز ده اول ما بيتوصل في الشبكه عندي بيجنريت باكيت. بيجنريت ايه؟ باكيت. ايه الباكيت دي؟ هنتخيلها كده، هنتخيلها ان انا صندوق فاضي. تمام؟ بنسميه توكن. صندوق فاضي كده بسميه ايه؟ توكن. صندوق فاضي هو صندوق واحد بس في الشبكه كلها. الماو ده بيبدا انه يبعت التوكن للاجهزه بالترتيب. اللي عنده داتا هيقفش كده في التوكن ويحط الداتا بتاعته جوه التوكن. اللي عنده داتا هيقفشها ويحط الداتا جوه ايه؟ التوكن. تمام؟ ففي الاول مثلا هفترض انه بعتها للدي. يا دي عندك داتا؟ لا، يروح بعت التوكن فاضي للميمو. يبعتها للايه؟ يا ايه عايز تبعت داتا؟ انا قلت لكم من شويه ان هفترض ان ايه عايز يبعت داتا للسي. يروح الايه؟ انا عايز فعلا ابعت الداتا لمين؟ لجهاز معين. يروح ماسك كده الداتا او سوري يمسك الماو التوكن الاسفل ويفتح الصندوق ده ويحط في قلبه الداتا ويبعتها لمين؟ الماو يعمل فيها ايه؟ للبي. التوكن ده او الماو ده جهاز مش ذكي ما بيقدرش ان يبعت الداتا من السورس للديستنيشن. كل وظيفته في الحياه كده وهو مغمض عمال يبعتها لهم بالترتيب. فيبعتها للبي. بي بص كده لا لا الصندوق ده مش تبعي، الداتا اللي جوه دي مش تبعي. يروح بعته للميل. الماو يبعت ايه؟ للسي. دي الداتا بتاعتي. يروح عامل ريليز للتوكن يفضي التوكن بقى ويبعت الصندوق فاضي لمين؟ الماو يعمل فيها ايه؟ يبعتها للدي. بصوا الداتا مشيت ازاي؟ يعني هو ما ينفعش يتحط فيها، يعني البي مثلا يكون عاوز يبعت حاجه ثانيه؟ لا، هو ايه؟ ماو واحد بس وبيشيل الداتا بتاع الجهاز واحد بس. يبقى الداتا دلوقتي لما كانت عايزه تتبعت من ال سي مرة غصب عني عدت على بي. ايه رايك؟ مش نفس الشكل بالظبط صح؟ علشان كده التوبولوجي بتاع التوكن رينج ده الفيزيكال توبولوجي انتوا لسه قايلين ايه؟ ستار. لكن اللوجيكال يستاهل يبقى رينج ولا لا؟ يستاهل فعلا يبقى رينج. حد تاني مني في الكلام ده؟ طبعا الماو ده زي ما قلت لكم جهاز انقرض خلاص ملوش اي وجود. اوكي؟ ندخل بقى في اخر توبولوجي وده من ضمن التوبولوجيز اللي موجوده فعلا دلوقتي. توبولوجي اسمه مش توبولوجي. ايه المش توبولوجي ده بقى؟ ده معناه ان عندي مجموعه من الاجهزه متوصله ببعضيها بكل الطرق المحتمله. متوصله بايه؟ كل الطرق المحتمله. تمام؟ بس هو في الكتب ساعات بيشبهها لكم باجهزه كمبيوتر. انا ما بحبش نهائي ان انا اوصفهم ان دي اجهزه كمبيوتر. ليه؟ انا بفضل ان انا اوصل ده ايه؟ سويتش 1 سويتش 2 سويتش 3 سويتش 4 ونوصل الدنيا دي كده كلها ببعضيها. قلنا تاني مش توبولوجي معناه ان الاجهزه بتاعتي متوصله ببعضيها بكل الطرق الممكنه. انا زي ما بقول لكم ما بحبش نهائي ان انا اوصل دول كانهم اجهزه كمبيوتر. ليه بقى؟ لان عاده جهاز الكمبيوتر بحط عليه كارت شبكه واحد. ده لو جهاز عادي. كون ان انا اجي على جهاز الكمبيوتر احط عليه اكتر من كارت شبكه ده بيبقى سيناريوهات معينه. انما العادي هو عاده بنيجي على جهاز نحط عليه ايه؟ كارت واحد بس، ده اللي بيبقى كونكت. تمام؟ المهم تاني مش توبولوجي معناه ان الاجهزه كلها متوصله ببعضيها
ومن ضمن المسميات اللي بطلقها برضو على التوبولوجي ده بنسميه redundant topology. كلمة redundant جاية من redundancy وفرة، يعني ايه؟ more than one path from source to destination. كلمة redundant topology معناه اكتر من طريق من السورس للديستنيشن. بمعنى سويتش 1 عايز يبعت الداتا لسويتش 4، ممكن الداتا تمشي كده، طب الطريق ده لو وقع ممكن يمشي كده، طب لو ده وقع ممكن يمشي كده، ممكن يمشي كده، في عندي ايه اكتر من طريق عشان الداتا توصل فيها من السورس للديستنيشن، صح؟ اعمل الكلام ده ليه؟ ده ممكن بالنسبه لي يكون مكلف شويه، صح؟ اعمل حاجه زي دي ليه؟ قال لك عشان احقق حاجه اسمها هاي availability، عشان احقق حاجه اسمها ايه هاي availability. يعني ايه هاي availability؟ الشبكه بتاعتي ماست باستمرار تبقى available، ماست باستمرار تبقى قايمه، ما ينفعش تقع. في شبكات الداون تايم بتاعها لو وصل دقيقه، لو الشبكه وقعت دقيقه الشركه دي حرفيا بتخسر ملايين. زي مين؟ زي مثلا مواقع علي بابا، اي باي، المواقع اللي بيشتري من عليها اونلاين دي. انا فاكره من فتره قريبه كان موقع علي بابا جه في يوم عمل مبيعات مش عارفه تقريبا بالدخل القومي بتاع مصر كلها حاجه زي كده، كان يعني عمل مبيعات في يوم مش عارفه كام مليار في يوم، تمام؟ تخيلوا مثلا ان موقع زي علي بابا ده وقع في يوم هيخسر قد ايه؟ ده غير التراست اللي ما بينه وما بين العملاء والثقه اللي ما بينه وما بين العملاء. ففي شبكات فعلا ماست اصرف عليها، صحيح هتبقى مكلفه بالنسبه لي شويه، تمام، بس لازم تقوم باستمرار، لازم احقق فيها الهاي افيلابيليتي، لازم تكون افيلابل باستمرار. اسوأ سمعه ممكن ياخدها اي قسم اي تي في الدنيا ان الشبكه تقع وما تقومش تاني في النو تايم. لازم الشبكه تبقى ايه؟ يعني مثلا التوبولوجي ده لو كان دلوقتي سويتش 1 متوصل بسويتش 4 بسلكه واحده بس وقعت، انا كادمن اجي افضل احل المشكله دي واوصل السلكه تاني؟ لا، اوتوماتيكي الداتا ايه؟ تاخد طريق تاني. الشبكه لو وقعت المفروض ان هي تقوم تاني فين؟ في النو تايم. حد بقى عامل ايه كده في حاجه؟ طبعا الفيزيكال توبولوجي مش واللوجيكال مش برضه. الداتا بتمشي في كل الطرق. في اي مشاكل؟ تمام. دي التوبولوجي ده اهي، تمام؟ اول حاجه اللي هي الباس توبولوجي. في شويه كلام فوق كده سيبوكم منه دلوقتي. ايه 10 بيز 2 و10 بيز 5؟ دي انواع الاسلاك الكواكسيال. احنا قلنا ان ده بيشتغل باسلاك كواكسيال، اركنوها لان زي ما اتفقنا في شابتر كامل هيتاخد على الاسلاك ده. في حاله الهب الستار توبولوجي، في حاله الهب، تمام، قلنا الفيزيكال ستار لكن طريقه شغله بس السويتش، الفيزيكال ستار وطريقه شغله برده ستار بوينت تو بوينت، وممكن ان انا اوصله مش ده شكل المش، سوري ده الرينج. الرينج قلنا ان في منه تاني شبكات الفيدي وشبكات التوكن رينج. حتى بص التوكن رينج الفيزيكال بتاعه ستور وده المش. ندخل بقى في اخر حاجه، تمام، دردشه كده بسيطه. يعني ايه كلمه لان ومان وين؟ لان لوكال اريا كونكشن، شبكه زي اللي انا فيها دي، شبكه بسيطه زي اللي انا فيها. وين شبكه اكبر بكتير على مستوى دوله على مستوى قاره، تمام. في حاجه وسط ما بينهم اسمها مين متروبوليتان اريا نتورك، زي مثلا ايه شبكه جامعه على سبيل المثال، ده حاجه كده ايه وسط ما بين الاثنين. سيبوكوا بقى من الكلام اللي انا قلته. بالمناسبه في هنا شويه مصطلحات انا ما جبتش سيرتهم خالص، احنا ان شاء الله باذن الله في سمستر كامل اساسا عندنا على التكنولوجي بتاعه الويب هندرس فيه كل المصطلحات دي بالتفصيل، تمام. سيبوكوا بقى من اللي انا قلته وتعالوا نفهم صح ايه الفرق ما بين لان ووين، تمام. ايه تعالي ولا ايه؟ انا خلاص اخر حاجه، تمام. انا دلوقتي هفترض ان احنا اخدنا ايجار كمان الشقه اللي فوقيها وانا عايزه اوصل الدورين ببعض، يبقى احنا كده ايه؟ لان، تمام. طب هفترض بعد كده البرج اللي وصلنا ده انا اخدت منه شقه، اجرت منه شقه وقررت ان انا اربط الفرعين دول ببعض. سيبوكوا بقى من حته ان انا اجيب كابل واربطه بقى ومن فوق السطح واسقطه من فوق السطح والكلام ده. لو هنشتغل صح المفروض دلوقتي ان انا هحفر تحت الارض وامد كابل يوصل تحت الارض لغايه ايه؟ البرج اللي قدامي. مهما كانت قوه مركزي في البلد مش من حقي ان انا احفر تحت الارض وامد اسلاك. مين اللي من حقها تحفر تحت الارض وامد اسلاك؟ شركه زي المصرية للاتصالات.
يبقى في ثيرد بارتي هيدخل في الموضوع وهديله فلوس. طالما في عنصر تاني دخل في الموضوع وهديله فلوس يبقى احنا كده كونكتد ايه وين. يبقى انا كده كونكتد ايه وين. انا مثلا هفترض ان عندي حته ارض كبيره تمام وبنيت عليها مبنى ده الشركه بتاعتي وقررت ان انا على نفس الارض بتاعتي اعمل مبنى تاني واوصلهم ببعض هحفر تحت الارض وامد اساس من حقي ولا لا؟ ده الارض بتاعتي يبقى الاثنين ببعض كونكتد ليه؟ مش الارض بتاعتي صح؟ انا اللي حفرت تحت الارض ومديت الفرعين ببعض ولا جبت الشركه هي اللي تعمل لي الكلام ده؟ يبقى انا كونكتد ايه؟ دي الكامبس بتاعتي اللاند بتاعتي. يعني لو انا لما وصلت توصيلات البلان لو انا عرفت طالما في عنصر تاني دخل في الموضوع يبقى كده وين؟ ايا كانت المسافه. طالما في عنصر تاني دخل في الموضوع يبقى انا كده كونكتد ايه؟ مش من حق اصلا اي حد يجي يتدخل ويعمل اللي هو عايزه صح؟ ده برضه كده بس ما نسميهاش نيل بقى بنسميها مين؟ متربية الاريا نتورك تمام؟ بس برضه الجامعه موصلين الدنيا كلها مفيش حد دخل عمل لهم حاجه مفيش حد بيدخل في النص كده وياخد منهم فلوس قصاد ان هم يربطوا الكليات ببعضها يعني ليه؟ بالظبط تمام؟ في اي مشاكل هنا؟ اوقف بقى الفيديو ولو في اي حد عنده اسئله